مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده اول اسبوع بالنسبه لممكن، حلقه جديده من ممكن. اهلا وسهلا بيكم، مصر بخير طول ما انتم بخير. النهارده بدينا بالدستور، بدا الدستور يدخل جد. النهارده كان في محاكمه محمد مرسي، ومن الارصاد الجويه الى محاوله الاغتيال يبقى هناك غموض، واحنا عايشين في غموض. ومهما قال مسؤولين الحقيقه هي ايه، الناس مش هترتاح. الناس دايما بتدور ورا الخبر. احنا النهارده هنحقق حكايه غياب محمد مرسي عن محاكمته، لكن الدستور. وخلوني ابتدي بالاهم، محاكمه وجلسه وكان هيروح ويخطب عادي، مفيش جديد يعني. لكن النهارده كان هناك تصويت المصريين في الخارج على الدستور. الإقبال لم يكن كبيرا، ولكن سارت العملية بهدوء. طبعا كان في كم شائعات، قنبلة فسفرت مش عارف ايه، حاجات كده. كان هناك مشكلات ايضا واجهت المصريين في التصويت. قبل ما نروح واغطي لكم ايه اللي حصل في تصويت المصريين النهارده، هناك اخبار سارة على كان هناك زميلتي امبارح لميس الحديدي اثارت قضية بتاع تصويت المغتربين في الخارج خارج مناطقهم، عمليات التصويت. والسيد الوزير الدكتور هاني محمود كان طارح مجموعه من الاحتمالات. يبدو ان الامور حسمت اليوم. مساء الخير سياده الوزير. مساء الخير يا خيري، ومساء الخير على الساده المشاهدين. ماذا تم بخصوص تصويت المغتربين، وهل يا ترى هيروحوا محكمه يسجلوا نفسهم؟ لا لا لا. ورقه من الشغل هيعملوا ايه بقى؟ لا الحمد لله توصلنا إلى حل يعني ممتاز، وافت عليه اللجنة العليا للانتخابات. تم تحديد حوالي 200 لجنة على مستوى الجمهورية سيتم تخصيصها فقط للمغتربين، وطبعا كل محافظة حسب حجم. طبعا ما عندناش أرقام دقيقة، لكن قدرنا نتخيل كل محافظة هيبقى فيها عدد يعني مغتربين قد إيه. نعم. ال200 اللي احنا دول مربوطين بشبكه كمبيوتر، والشبكه دي متوصله على يعني الداتابيز الرئيسيه اللي عندنا، بحيث لما يروح المواطن المغترب هيدخلوا الرقم القومي بتاعه على الحاسب الالي، وهيعرفوا اذا كان هو فعلا من حقه التصويت ولا لا. ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. طب الشبكه دي هتبقى متصله بكل اللجان الانتخابيه؟ ال200 لجنه فقط المخصصه للمغتربين. طب هنعرف منين انه ما صوتش في لجنه مش مرتبطه بالشبكه؟ يعني لو انا قلت اول ما هي لا، ما هقول لحضرتك، ما هو المغترب لا يستطيع التصويت الا في لجان المغتربين. نعم. لو راح اي لجنه ثانيه مش هيخلوه يصوت. اول ما بيصوت بيتعلم عليه عندنا على السيستم، يعني احنا عاملين ابلكيشن كده بتقدر تتحكم في الحكايه دي، بحيث انه لو خرج من لجنه المغتربين دي وراح لجنه مغتربين ثانيه لن يسمح له بالتصويت. لا ده في لجنه المغتربين، لكن لو انا مغترب يعني انا من المنصوره مثلا وبشتغل هنا. ايوه يا فندم. وانا بشتغل هنا رحت رايح لجنه مغتربين وصوتت، وجيت بكره رحت مسافر المنصوره ورايح اللجنه بتاعتي اللي فيها اسمي. دي بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تحصل. عشان كده اللجنه العليا اكدت على ان القانون بيعاقب التصويت بالحبس، واحنا عملنا برضو برنامج كده عشان في نهاية العملية الانتخابية هنقدم كشف، يعني هيتم تقديم كشف للجامعة للجنة العليا للناس اللي هي صوتت في أكثر من مكان، وسيتم تقديمهم على طول للنيابة. والقانون بيقول حبس، يعني مش هزار. يعني اللي هيرتكب هذه الجريمة هيحبس. وهناك آلية للكشف إذا كان صوت ولا لأ، بنرجع لدايرته بنتأكد إذا كان صوت ولا لأ. بالظبط كده، بالظبط كده. هل لدينا تقريبا نسبة المغتربين في محافظات مصر قد ايه، ولا المسألة ملهاش تقدير؟ لا هي طبعا ملهاش تقدير، بس احنا الحقيقة استعملنا شوية أناس كده، يعني عملنا ايه، شفنا كل المقر في كل محافظة، واللي هو محل الميلاد بتاعه مش المحافظة دي، وطلعنا نسب. طبعا مش شرط ان تكون دي نسبة صحيحة، لكن قربنا قوي من النسب الصحيحة. يعني مثلا لما تخش على جنوب سيناء تلاقي اغلبيه مش من مواليد جنوب سيناء، لان كلهم يعني جبنا بعض الارقام اللي تساعدنا على تخيل الاعداد، وعلى هذا الاساس وزعنا اللجان. لما بنقول القاهرة ده بنعني بالقاهرة الكبرى، ولا لو أنا من الجيزة وبشتغل في القاهرة أقدر أصوت في لجان المغتربين؟ أنت كنت معانا ولا إيه يا خيري؟ أنت كنت معانا؟ بفكر لأن القرار بتاع اللجنة العليا بيقول إن القاهرة الكبرى تعتبر محافظة واحدة، فلا يستطيع الشخص اللي هو في الجيزة وأساس القاهرة يروح يقول أنا مغترب من القاهرة للجيزة، لن يسمح له بالتصويت في دوائر أو لجان الوافدين. يعني القاهرة جيزة اليوبية كل واحد هيصوت في منطقته السكنية. بالظبط كده. لكن لو راح اسكندرية ممكن يصوت في المغتربين في اسكندرية، لكن ما ينفعش مواطن من الجيزة يقرر انه هيروح يتصوت في القاهرة لجان المغتربين، لن يسمح له. طيب القاهرة الكبرى كده لجان المغتربين فيها كبيرة، يعني هيبقى فيها أكبر عدد من اللجان مثلا. طبعا يعني هديك مثلا القاهرة فيها 45 لجنة. 46 لجنه للمغتربين، 40 لجنه تقريبا في المغتربين في القاهره. كويس. هي فيها 18، الجيزه فيها 30، عشان دي محافظات جاذبه للعماله. نعم نعم، يعني كده ما عادش فيه مشكله للمغتربين. طب يعرفوا ازاي؟ يعني اعرف منين اماكن اللجان دي؟ اللجنه العليا بتعد زي اعلان كده، هينزل في الجرايد وهينزل في التلفزيون يقول كل محافظه المراكز الانتخابيه اللي فيها اللجان دي عناوينها ايه. نعم. طيب وفي المحافظات نفسهم المحافظه او اسامي الشرطه هيبقى عندهم نسخه منها، فهيبقوا عارفين برضه اماكن الانتخاب بتاعه الوفد. طيب احنا في انتظار هذه القوائم. سياده الوزير هاني محمود وزير التنميه الاداريه، بشكر حضرتك جدا وشكرا ان انتوا حليتوا مشكله كبيره. طيب احنا كده خير، داخلين على الدستور بجد، وإن شاء الله ستتم الانتخابات في جو هادئ. النهاردة المصريين في الخارج المسجلون في كشوف الناخبين بدأوا التوافد إلى مقر السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم، وده هيستمر اليوم الأحد. التوقعات إن ده هيزيد. إحنا عارفين إن في الغرب في أوروبا في الولايات المتحدة الأجازة بتبقى السبت والحد، فاللي بيشتغلوا الايام النهارده وبكره وبعده مش هيعرفوا يروحوا يصوتوا، عشان كده الإقبال لم يكن كبيرا. عدد الذين لهم حق التصويت 680,000 مصريا. طبعا هو في اعداد اكبر من كده، لكن علشان تجهز وعلشان كنت تسمح بلجان في اماكن مختلفه غير عواصم الدول كانت مساله صعبه شويه، فما قدروش يجهزوها. السعوديه كان فيها مشكله النهارده. السعوديه زي ما انتم عارفين في نظام الكفيل. انا مواطن مصري بشتغل في السعوديه، ما معيش جواز سفر، معايا اقامه جوازي مع الكفيل وبروح اصوت بالاقامه بتاعتي اللي بتقول ان انا مصري. ما عنديش بديل غير ان اخد صوره الجواز. القانون بيقول انك لازم تصوت بجوازك اللي هو جواز الجديد او ببطاقه رقم القومي. كتير من المصريين اللي في السعوديه معهمش بطاقه رقم القومي، فكان هناك مشكله يمكن ان تحدثنا عنها زميلتنا مين يا جماعه؟ إيمان الكلاف مراسل المصري اليوم في السعودية. أهلا وسهلا يا إيمان. أهلا بحضرتك يا سيدي. أهلا بيكي. إيمان، أنت النهاردة كنت بتتابعي التصويت على الاستفتاء فين؟ في الرياض يا فندم. في القنصلية في السفارة بتاعتنا في الرياض. أيوه. طب تستطيعي انقلي لي المشهد، كان شكل التصويت شكله إيه وإيه المشكلات اللي قابلت المصريين هناك؟ في البداية كان الإقبال بره السفارة، كان عدد المصريين المترددين كان كبير جدا، لكن مع الأسف سبق الناس الموجودة حتى من المناطق اللي هي مش موجود فيها أصلا لجان، اللي هي المنطقة الشرقية في الدمام، إنه لازم علشان يستطيع أي مثلا مواطن الإدلاء بصوته في الاستفتاء لازم يكون معاه رقم القومي أو جواز السفر مميكن. نعم. طبعا ده الخطوه دي ما كانش متعارف عليها اصلا في الاستفتاءات اللي فاتت او في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت. كان فقط بس بيتم المضاهات الرقم القومي بصورته يعني بالاقامه، وبناء عليه كان بيتم التصويت او السماح للناخب بالتصويت، وده نعم. طبعا عمل مشاكل كبيره جدا في اول اليوم. حاول بعض الناس اللي كانت غضبانه جدا انها كانت جايب حماسه جدا في يعني كنوع من ان هي لازم تيجي تصوت وبتاع على الاستفتاء، حاولوا يشوفوا ايه المشكله، لكن مع الاسف ما كانش في عند السفاره رد، لان السفاره قالت ان هي بتلتزم بالقانون يعني الزمته اللجنه العليا للانتخابات عليهم، وبالتالي هم ما كانش عندهم اي رد لده ان هم مش سبب ليه ولا اي شيء. فما كانش من الناس غير ان هي تدي رايها بالانزعاج وخلاص ومشيت. مشيوا بدون ما يصوتوا. لكن مع الاسف وده اثر على فكره سلبا على التصويت. ففوجئنا ان الاقبال جدا كان يعني ما كان هو محدود. طبعا المسؤولين في الصواب بيقولوا ان هو ممكن يتعوض في الايام الجايه وممكن مثلا نحل المشكله، لكن مع الاسف والله ده قانون صعب ان هو يتغير. هنشوف، هنحاول يا ايمان. بشكرك جدا. الصور اللي احنا شايفينها دي من سفارتنا في الكويت مش في السعوديه، الاعداد الكبيره دي موجوده في الكويت. الكويت ما بتطبقش زي السعوديه قوي سحب جواز السفر، الكفيل بيسحب جواز السفر معاه من اللي بيشتغل عنده ويديله صوره. هل في حل؟ مش عارف. معانا السيد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزاره الخارجيه. مساء الخير سياده السفير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. سياده السفير، كيف سار اليوم تصويت المصريين في الخارج؟ يعني طبعا بشكل عام يعني سار بشكل طبيعي نسبيا. في شكاوى طبعا خاصه بالعدد من الساده الناخبين يعني موجودين في اماكن مختلفه بعيد عن مراكز الاقتراع. في مشكله ايضا ودي المشكله الاساسيه الخاصه ب اشتراك اللجنه العليا للانتخابات، ضروره ان يحمل الناخب الوثيقه الاصليه ان كانت بطاقه الرقم القومي او جواز السفر المميكن كشرط من شروط اثبات الشخصيه. واحنا فور تلقي هذه الشكاوى تم التواصل من خلال نائب وزير الخارجيه السفير حمد لوزة مع السيد المستشار صليب رئيس اللجنه العليا للانتخابات. هناك تواصل مستمر لنقل هذه الشكاوى من جانب الناخبين في الخارج الى اللجنه العليا للانتخابات حتى يتم النظر فيها وايجاد اي حلول ممكنه تسهيلا على ابناء الجاليات في الخارج الذين لهم حق التصويت. نعم. طيب اذا احنا اكبر جاليه لينا موجوده في السعوديه، يعني اعلى نسبه تصويت في السعوديه تقريبا تقترب من 50% من عدد الذين لهم حق التصويت. بالظبط. و83% من كل من لهم حق التصويت في كل انحاء العالم موجودين في منطقه الخليج العربي، وزي ما حضرتك قلت على راسها المملكه العربيه السعوديه وعندنا الكويت والامارات. طيب دلوقتي السعوديه عندهم مشكله، انت عارفين حضرتك ان في السعوديه بياخدوا جواز السفر، الكفيل بياخد جواز السفر، وكثير من المصريين ما بيشيلوش بطاقه الرقم القومي لان ليس لها اهميه. فاذا كان معه بطاقه الهويه بتاعته اللي عايش فيها في هذا البلد وفي نفس الوقت معاه صوره جواز السفر بتاعته، ما المانع انه يصوت طالما انا بتاكد من البيانات ومكتوب في بطاقه الهويه رقم جواز السفر؟ بالظبط حضرتك. يعني ده اللي احنا نقلناه بالفعل الى اللجنه العليا للانتخابات. حضرتك طبعا اعلامي كبير وعارف ان وزاره الخارجيه بجهه تنفيذ. نعم. احنا مجرد ناس عبد المامور، احنا بيدينا ضوابط وتعليمات من اللجنه العليا للانتخابات، بيتم اختار السفراء في الخارج وبيتم تعميمها على الناخبين من ابناء الجاليات في الخارج. فاحنا جهه تنفيذ، احنا ملتزمين بالضوابط اللي وضعتها اللجنه العليا للانتخابات. فاحنا كما ذكرت نقلنا كل هذه الشكاوى للجنه العليا للانتخابات يعني حتى تنظر فيها وترى ما تراه، لان هم عندهم اعتبارات طبعا تتعلق بنزاهه العمليه الانتخابيه، وهذا يعني الشرط مفروض ايضا على ابناء المصريين في الداخل. فهم راوا ان تحقيقا لمبدا المساواه اذا كان اثبات تحقيق الشخصيه لابد ان يكون بالوثيقه الاصليه ان كانت بطاقه الرقم القومي او جواز السفر المميكن في الداخل، فهذا ينسحب على الخارج. ولكن عموما كما ذكرت تم نقل كل هذه الشكاوى وهي شكاوى في محلها ومشروعه الى اللجنه العليا للانتخابات للنظر فيها واتخاذ ما تقرره، لان احنا لا نستطيع على الاطلاق يعني تنفيذ اي اجراءات تخالف الضوابط التي وردت الينا من اللجنه العليا للانتخابات باعتبارها الجهه القضائيه الاولى المعنيه بهذا الامر. يعني حضراتكم منتظرين رد اللجنه العليا للانتخابات، ربما تتخذ قرارات في هذه الحاله انتوا هتبلغوها للسفارات. بالظبط يا فندم. واي قرارات، اي تعديلات، اي تغيير في الضوابط احنا بنلتزم بيه، بننفذه على الفور، وبيتم اختيار ال 138 بعثة في الخارج بهذا التغيير ولتنفيذه على ارض الواقع. يعني تم النهارده، تم بكره، تم اخر يوم، بننفذه على طول. المهم ان الضوابط والتعليمات يتم يعني تعديلها فقط من جانب اللجنه العليا بالانتخابات باعتبارها الجهه الوحيده المنوط بها تحديد هذه التعليمات وهذه الضوابط لضمان عدم افساد عمليه التصويت. طيب سياده السفير، فرصه انك معايا، هخرج من الانتخابات دقيقه وهرجع لها تاني، بس عندي سؤال. حضرتك كنت متابع قضيه المصريين في حائل. ايوه يا فندم. المصريين ما زال بعضهم هناك، يعني في شخص اسمه مواطن مصري اسمه ممدوح السيسي ما زال يرسل لي حتى الآن أن مشكلته لم تحل وما زال ملقى في الشارع وما زال جواز سفره مع الكفيل ولم يسمح له بالسفر. هل لديكم معلومات حول هذه القضية؟ بطبيعة الحال في معلومات، في تواصل. يمكن لما حضرتك أثرت هذا الموضوع كان في لجنة يعني غير مسبوقة راحت من المستشار الإعلامي ونائب القنصل العام ومن المستشار القانوني من في القنصليه العامه بالرياض اللي هي اقرب مكان الى منطقه حائل، راحوا زاروا الاخ ممدوح السيسي وهو على تواصل كان شبه يومي معايا على التليفون ومع السفير علي العشرين مساعد الوزير للشؤون القنصليه. ويعني المشكله ان هو كان في خلاف بينه وبين الكفيل بتاعه وكان في مسائل ماليه بينهما. الوفد القنصلي اللي راح من القنصليه العامه في الرياض تواصل مع الكفيل وسعى الى حل الامور وديا، وتم يعني نقل التماس لانهاء هذه المساله. ويعني اللي انا كنت فاهمه ان كان تم حل المشكله جزئيا حتى بعد لحين قيام الكفيل بتوجيه يعني مشكله اخرى او تهمه اخرى للاخ ممدوح السيسي. والقنصليه العامه في الرياض بتتابع الموضوع، لان حضرتك انت في النهايه هناك قانون محلي بيتم تطبيقه هناك، وانت بتتعامل مع القوانين الخاصه بالدول اللي فيها السفارات والقنصليات العامه، انما في امكانيه كبيره لحل المساله وديا مع الكفيل. هو حتى هذه اللحظه لنص ساعه بس بعت لي: حسبي الله ونعم الوكيل، انقذوني، انا مصري مرمي في الشارع، انا مش عارف كل اللي طالبه ارجع بلدي. ما زال اتمنى من حضرتك، وانا عارف ان عندكم مشاغل كتير، ان تتابعوا القضيه فاذا كان له حق ان يعود اليه كمواطن مصري. طبعا. وفي مشكله ثانيه برضه اخ في المدينه المنوره، نفس المشكله. هي انت حضرتك بتتحرك في اطار القانون المحلي اللي موجود، ففي طالما الكفيل عامل مشكله وقال لك في معاملات ماليه مع المواطن هذا او ذاك، فطبعا بيمنع من السفر على طول من الجانب السعودي. فانت بتتوصل على مسارين: مسار قانوني ومسار ودي، تحاول تحل المشكله دي مع الكفيل. وفي حاله مثلا المدينه المنوره تم رفع اكثر من التماس لامير المدينه المنوره حتى يعني يحصل على العفو. وعموما حضرتك بتصير مساله في منتهى الاهميه في منتهى الخطوره، وبنناشد حضرتك يعني من المنبر بتاعك الهام ان يتم الاسراع بانشاء هيئه رعايه المصريين في الخارج باسرع وقت ممكن، لان احنا لغايه دلوقتي ما عندكش اي يعني اطار مؤسسي لتمويل او ميزانيه خاصه بيه لتقديم المساعده القانونيه لابناء الجاليات في الخارج. انت حضرتك في الخليج العربي ممكن بتوصل مبالغ طائله عشان يبقى عندك محامي يقف مع المصريين. صحيح. اللي عندهم مشاكل، فدي مساله ما عندناش ميزانيه خالص، لا في السفارات ولا في وزاره الخارجيه. يمكن كان الوزير يعني بشكل كده استثنائي تبرع بمبلغ محدود 6 مليون جنيه لتقديم بعض المساعدات القانونيه لبعض المصريين، لكن ما تقدرش تستمر وعندك جاليات ضخمه بره بدون اطار مؤسسي يكون ليه ميزانيه مستقله. لان مشكلتك حضرتك هناك انك عندك مستشار قانوني وعندك اعداد ضخمه من الجاليه، فانت محتاج في احيان كثيره انك انت توكل طبعا محامي لمتابعه مثل هذه القضايا، لان طبعا نظام الكفيل ده نظام قائم وانت بتتعامل مع الامر الواقع هناك. صحيح. طيب سياده السفير، او انا عندي حد بعت لي من قطر بيقول اغثني وانقذني، هيحبسوني لان عايز انزل بس اشوف امي، انا مش عايز حاجه غير ارجع مصر. اسمه احمد فؤاد، هستاذن حضرتك، هو بياناته موجوده عندي، بعد الفاصل هخلي الزملاء يبلغوا حضرتك بيها، نطمئن بس هل هو صادق ولا في شيء مش واضح. تحت امرك يا فندم، ربنا يخليك. انا بلغ سياده السفير في قطر الان وهدي له البيانات بنفسي دلوقتي، ويبحث في الحاله ويقدم كل المساعده الممكنه، يعني لان احنا يعني اساسا وجودنا الاساسي في الخارج محاوله حمايه الجاليات المصريه، ولكن في احيان كثيره انت بتكون بتتعامل مع القانون المحلي والقوانين المعمول بها. نعم. وعلينا احترامها طبعا. طيب سياده السفير هستاذنك تخليك معايا، احنا معانا زملاء لينا بيكلمونا من الامارات ومن سلطنه عمان، عشان لو طرحوا شيء له علاقه بالسفارات حضرتك برضو يبقى لك حق الرد. معايا الاستاذ محمد فوده من الامارات. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. ممكن تقول لنا كانت اجواء الانتخابات عندك ايه؟ هل كان هناك اي نوع من المشكلات في التصويت النهارده؟ لا، هو ما كانش في مشكلات في التصويت، بس كان في شكاوى يعني انا تلقيتها من عدد كبير من المصريين، يعني عارفين ان احنا بنحاول نتابع ونشوف اللي بيحصل في الاستفتاء. طبعا حضرتك اثرتها مساله استخدام بطاقه الرقم القومي، حضرتك اتكلمت كانك عايش في وسطنا ان بطاقه الرقم القومي ليس لها استخدام في الخارج باي حال من الاحوال، فالناس معاها صوره بطاقه الرقم القومي مع صوره الباسبور القديم. تخيلي الناس شاركت بنفس الطريقه دي في الانتخابات واللي في الاستفتاء على الدستور الماضي في السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. يعني احنا مش لسه بنخترع العجله ولا لسه اول مره يصوت المصريين في الخارج. دي اول شكوى حضرتك، يعني انا مش فاهم، يعني سعاده السفير اتكلم وقال ان اللجنه العليا للانتخابات هي اللي هو سياده السفير ده مش شغل الخارجيه، ده اللجنه العليا للانتخابات هي اللي عليها انها تسمح بذلك. طيب استاذ خيري، احنا ما بنتكلمش في حاجه كبيره، دي مشكله كبيره، عدد كبير من المصريين ما قدروش يصوتوا ورجعوا النهارده من القنصليه وهم في حاله استياء بسبب الموضوع ده. تمام. وكلمت القنصل المصري في دبي، وكلمت القنصل المصري وقال والله دي تعليمات فعلا زي ما حضرتك اثرت. ثاني حاجه ان تم الغاء مساله التصويت بالبريد، وحضرتك جايز عارف ملم بالامارات ووضع الامارات كويس. طبعا 7 امارات وفي ناس في اماكن مختلفه عشان يروح دبي او ابو ظبي سفر. بالظبط، يعني الفجيره او راس الخيمه محتاج ان هو يبعت، كان بيبعت بالبريد، وما حصلش اي شكوى واحده او اي اتهام بحدوث تزوير في الانتخابات او في الاستفتاء اللي فات. نعم. سواء في الامارات او في اي دوله ثانيه، فانا مش قادر اتخيل ان يحصل فيه تعقيدات في دستور حصل له قدر كبير جدا من الحشد وفي رغبه عند عدد كبير من المصريين في المشاركه فيه. ثالث حاجه او الشكاوى اللي جات للناس، استاذ خيري، الناس اللي ما كانتش فضلت تشارك في الفترات اللي فاتت او في الفعاليات الانتخابيه والاستفتاء اللي فات، في رغبه كبيره جدا عند عدد كبير من المصريين ما قدروش يسجلوا وما لحقوش يسجلوا من خلال الانترنت، لان حضرتك عارف في السعوديه وفي الامارات في عدد كبير جدا من العمال اللي هم ما عندهمش اكسس على الانترنت عشان يسجل بالطريقه اللي هي الالكترونيه، ما عندهمش حتى خبره في التعامل مع الانترنت. ناس كتيره من الناس دي قدرت تتواصل معانا ويا جماعه طب عايزين نروح، معانا بطاقه الرقم القومي، معانا الباسبور، معانا اي اثبات على الهويه، ليه ما نقدرش نشارك ونحسم في اهم حدث في ال3 سنين اللي فاتوا بعد ثوره 25 يناير يعني. فدي كانت اهم حاجه، واحنا طبعا بنشكرك على اهتمامك بوضع المصريين في الخارج، وكان لنا عتاب بسيط لو هنخرج بس نص دقيقه عند حضرتك في البرنامج يعني لو ينفع يعني. اتفضل. استاذ خيري، حضرتك اتكلمت من كام يوم كده على مساله الحمله اللي بخصوص حمله مصر الدافيانه، او حمله اللي هي حمله المساعده في الظروف اللي كان فيها المصريين. نعم. وحضرتك اثرت ان كان في الحاجات الكاونترات اللي نزلت من مصر من الامارات نزلت، يعني اتكلمت ان هي حاجات مستعمله وان الامارات لم تقدم. لا انا ما قلتش خالص من الامارات، وما اعرفش هي جايه منين، دول المستعمل تحديدا ده انا عرفت ان المصريين في الخارج هم اللي متبرعين وصل هنا، لكن الاخوان الكاذبون هم اللي روجوا ان احنا كنا بنلم هدوم مستعمله، وهذا غير صحيح. حتى البطاطين اغلبها جاي من مواطنين مصريين، وبطاطين جديده وريتها للناس على الشاشه، لكن دكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه المحترم يروج للكذب هو الاخر، وانا مستغرب استاذ علوم سياسيه كيف يكذب، يعني كيف ينقل كلام كذب وهو عنده الفيديو وبيتكلم عنه. اتفضل. دي كانت فرصه ان انا اكد لحضرتك احنا هنا مش منفصلين عن وطننا في داخل مصر، واي هموم تافهه احنا كان ممكن اي حد موجود في الخارج يكون مكان اللي موجود في الداخل. اللي حصل من الحمله دي زي ما حضرتك اكدت حالا دلوقتي، احنا مصريين بنشارك عائلاتنا واسرنا في مصر. كتر خيركم وشكرتكم كتير قوي. لا عليهم ولا بنزايد على حد. صحيح. الرساله تبقى واصله للناس، والمصريين بس هم اللي شاركوا في الموضوع. الحمله دي تحديدا يعني. نعم انا عارف وقلت ده، وبشكرك جدا انك وضحت تاني علشان الاخوه الكاذبون يعرفوا ان الكذب بتاعهم عمره قصير قوي، هم اللي كانوا بيعتمدوا على الزيت والسمنه. بشكرك جدا سياده السفير، واضح ان المشكلات كبيره، احنا عايزين حل من اللجنه العليا للانتخابات، ده جزء من مشكلات المصريين في الخارج. وبمناسبه البطاطين، سيف عبد الفتاح الذي كشف عن اخوانيه غريبه والذي استقال من منصبه كمساعد للرئيس بسبب اساءه اداره الرئيس للحكم، هو ومجموعه من الاخوان فضلوا يروجوا ان انا بشحت على المصريين من الخارج وبشحت ملابس مستعمله. احنا ما بنشحتش، احنا مناخيرنا فوق قوي، انتوا اللي كنتوا بتعلموا الشعب ده الشحاته. كل الجمعيات اللي موجوده في مصر او كتير من الجمعيات اللي موجوده في مصر زي ما هي بتتلقى ملابس جديده وبتتلقى اموال، بتتلقى ملابس مستعمله، وفي ناس كتير معنى مستعمله يعني كانت عندك في البيت ممكن تكون لبستها وممكن ما تكونش لبستها، وممكن تكون داقت وممكن تكون لبستها مرتين، وحتى لو لبستها 10 مرات. في ناس تستحق ده، جزء من التكافل الاجتماعي. في ناس ما عندهاش قدره انها تدفع فلوس او تشتري لبس جديد، انها تساعد بده كتر خيرهم. المصريين انتوا كنتوا بتدوروا بازازه زيت وكيلو سكر وتضحكوا على الناس عشان ينتخبوكم، انتوا كنتوا مغرضين، ومجرد ان انتوا جيتوا للسلطه توقفتم تماما، ما عملتوش اي حاجه، سحبتوا الزيت والسكر لان انتم ما بتعملوش ده لله خالص، انتوا عمركم ما تعرفوا حاجه لله. ده اللي كاتبه الدكتور سيف عبد الفتاح الذي كنت احترمه وانا مختلف معه، وانا لست ضد اختلاف حد، انا هحترم وجهه نظرك حتى ولو كنت انا ضدها تماما، لكن ان تكذب، ان تجلس في قاعه انت والدكتوره باكينام الشرقاوي وتروا ناس بتتطاول على قامات وتشتم وتسب وانتوا قاعدين مجعوصين كده، هو دي الاستاذه؟ دي الاستاذيه؟ هو ده العلم يا دكتور سيف انت ودكتوره باكينام؟ ده العلم بتاعكم؟ انت شايف انقلاب، شوف انقلاب، حقك عايز تقول انك ضده خليك ضده، عمري ما طلعت انتقدتك لانك ضده، لكن ان تصل المساله الى التسويف والكذب، انا مش عارف ليه اللي بيلتصق بالاخوان بيحصل له حاجه، والله العظيم الكيمياء بتاعته بتتلخبط، وبعدين يبتدي يقول كلام ليس له علاقه بالواقع وياخد الحقيقه ويروح قلبها. انا كنت بتكلم عن طن بطاطين او طن ونص بطاطين جاي من تبرعات اخوه مصريين في الخارج، وانضم اليهم بعض الاخوه الخليجيين وقلت لهم شكرا، ثم فوجئت المطار اعلن عن وجود 7.5 طن ملابس مستعمله جيده جايه من الخارج من المصريين متبرعين بيهم لاخواتهم المصريين، فسعينا لاخراج هذه الشحنه بدل ما يتاخد عليها فلوس، والدوله تكاتفت واعفت الحاجات دي. مالكم؟ ما الناس بتنزل تشتري من وسط البلد ملابس مستعمله ومكويه وزي الفل وبتدفع فيها فلوس قد كده، وبتتباع عيني عينك في وكاله البلح وطوابير واقفه. بدل ما تتريق يا دكتور اتبرعوا انتوا بحاجات جديده. بس احنا هنفضل ندعو الناس وبدعوهم رغم انف الدكتور سيف عبد الفتاح. اللي عنده ملابس مستعمله يا جماعه، اللي يقدر يستغنى عن جزء من ملابسه وملابس ولاده، في ناس كتير محتاجه، بدل ما يمشوا حافيين او بردانين في الشتاء. مبسوط يا دكتور سيف؟ وبكل فخر بدعو الى ذلك. والمصريين ما بيشحتوش يا دكتور، المصريين دينهم علمهم التكافل، يتكافلوا ويراعوا بعض، واللي عنده يدي للي ما عندوش، وان شاء الله اللي ما عندوش هيبقى عنده ويمد ايده لغيره، احسن ما نحرمهم من كل حاجه. انتوا عايزينها تخرب، عايزين الناس تبرد، عايزين الناس تجوع، انتوا عايزين الدوله تخرب علشان تقولوا ان الثوره فشلت. بس احنا بنيان مرصوص يا محمد يا فتحي، مش هننهار ابدا وهنكمل، وهطلع فاصل عشان ارجع اكمل معاكم، عندي المزيد من الاخبار. بدء تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور الجديد. اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب تصدر قرارا بتنفيذ عقوبة الحبس على مرتكبي تكرار التصويت في الاستفتاء على الدستور. الرئيس عدلي منصور يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 30 من يونيو. البيبلاوي يبحث مع نيكولا جالي السفير الفرنسي بالقاهرة مستقبل التعاون بين مصر وفرنسا. زياد بهاء الدين يعقد مؤتمرا صحفيا تقديم كشف حساب عن الأداء الاقتصادي للحكومة في نصف عام. تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية أحداث الاتحادية إلى جلسة 1 فبراير المقبل. تأجيل نظر استئناف ماهر ودوما وعادل إلى الغد لتعذر وصولهم إلى مقر المحاكمة. ونحو مستأنف الويلي تؤجل نظر استئناف أبو إسلام على حكم حبسه بازدراء الأديان 3 سنوات إلى 5 فبراير القادم. الأمن يسيطر على شغب عناصر الإخوان أمام أكاديمية الشرطة ويفرق مسيرة لهم في مدينة نصر وميامي بالإسكندرية. التحفظ على أموال 9 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بينهم محمد بديع المرشد السابق. المتحدث العسكري إحباط مخططات إرهابية باستغلال الأطفال في تفجيرات ضد الجيش والشرطة. مياه الصرف الصحي تغرق عددا من أحياء محافظة الفيوم وسط غياب للمحافظة والأجهزة التنفيذية. الائتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب وزير القوى العاملة بإلزام المحافظين بالوقف الفوري لعمالة الأطفال في المحاجر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما اروح لمحمد مرسي العياط وما حدث في محاكمته، وهل كان هناك تهديدات باغتياله مما حال دون قدومه للمحاكمه، ام ان الازمه كانت في ملابسه البيضاء التي ابى ان يظهر بها فجلس على الارض وقال والله ما انا رايح، ولا لان كان في محاوله اغتيال، ولا فعلا الطياره ما عرفتش تطير؟ هنعرف ده كله، بس قبل ده هكمل معاكم جزء في المصريين في الخارج. احنا حاولنا الاتصال باللجنه العليا للانتخابات بس مش عايزين يتكلموا، وانا اول مره اشوف كده في حياتي. اللجنه العليا للانتخابات وظيفتها التواصل مع الاعلام للتوضيح للناس عشان ننجح الاستفتاء على الدستور. ان اللجنه العليا تقعد بقى مكسوفه، ولا ما عندهاش رد، ولا ما فيش منطق، ولا احنا بنهرتل بنقول احنا اي كلام فما ينفعش يترد عليه، شيء انا مش قادر افهمه. اللجنه العليا لابد ان يكون لديها متحدث. في انتخابات الرئاسه كان بيطلع على المستشار حاتم بيجاتو وبيتكلم وبيرد على كل سؤال، وهذا دور اللجنه وحقنا كاعلام ان الناس تفهم وتعرف. ليه مش سامحين للمصريين بالخارج انهم يصوتوا زي ما كانوا بيصوتوا قبل كده؟ دكتور عمرو خضير بعت لي رساله منطقيه جدا. هو عمرو خضير استاذ نساء وتوليد ورجل محترم، بيقول سؤال غريب: اذا كان قانون مباشره الحقوق السياسيه تم تغييره وسمح للوافدين في محافظات مصر انهم يصوتوا، واستبعد فكره ان ده هيروح يسافر بلده علشان يصوت تاني، وقال لك ان في عقوبه اسمها الحبس. طيب ليه في الخارج ما يتعملش صندوق تاني اللي ما سجلوش نفسهم وهم مصريين معاه جوازه اهو، وبيقول لك انا مسافر، سواء كان مسافر في مهمه، سواء كان بيشتغل، سواء ما لحقش يسجل نفسه لبعد المسافه؟ ليه ما اسمحلوش انه يسجل في هذا الصندوق؟ وايا كانت الاعداد هعرف ارجع واتاكد اذا كان جه سجل هنا تاني ولا لا. ومش الاعداد دي اللي هتعمل التزوير، بس المنطق بيقول بقى انا سامح للي مسافر من محافظه لمحافظه انه يصوت، ومش سامح للي مسافر بلد تاني في بلجيكا ولا في هولندا ولا في الولايات المتحده الامريكيه، يعني مش هيركب الطياره ويجي علشان صوت شايفه هيفرق فاحرمه من حق التصويت. ما زال لدينا متسع من الوقت ليوم الحد. اذا كان في يد اللجنه العليا للانتخابات فرصه للتيسير على الناس انهم يشاركوا في دستورهم، يا ريتكم برحابه صدركم بعلمكم تجدوا مخرج للناس. طيب النهارده كان في محاكمه للرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعه تنظيم الاخوان الارهابي، ولكن الدكتور المعزول ما راحش. راح 7 منهم الدكتور محمد البلتاجي، ومنهم الدكتور عصام العريان، المحبوسان احتياطيا على ذمه عدد من القضايا. المحكمة قررت التأجيل بعد أن تلقت تقريرا من مديرية أمن القاهرة بيقول إن المتهم محمد مرسي مش نافعين نجيبه علشان تعذر الرؤية. قال لك الرؤية الطيار كانت طائرة عسكرية فوجئوا بانهم بيقول لهم انا ما اقدرش اطير لان معدل الرؤيه انخفض الى 600 متر بينما المعدل الطبيعي لابد ان يكون 1000 متر وهو ما حال دون نقل مرسي الى مقر المحاكمه. خلونا نمشي ورا الخيط. الجو وحش، في شبوره، في ضباب، الطياره ما تنفعش تطير. هل ده بينطبق على الطائره العسكريه فقط؟ هل الطائرات العاديه اللي بترتفع على مسافات عاليه توقف السفر في القاهره من القاهره الى الدول الاخرى او الطيارات اللي بتيجي الصبح، ولا ده كان على الكل؟ معايا دكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير دكتور وحيد. اهلا مساء الخير يا استاذ سيد. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور وحيد. بالصحه والسلامه وكل مشاهديك والمصريين بخير يا رب. ربنا يخليك وحضرتك طيب. دكتور وحيد، النهارده الجو الناس شايفاه كان صحو وحلو والشمس مشرقه فما قدروش يقبلوا تبريرات الداخليه بان الذي حال دون حضور الرئيس المعزول محمد مرسي هو الضباب والشبوره اللي منعت الطائره من التحليق في الجو. ممكن تقول لنا ايه الحقيقه وكيف كان حال الجو اليوم في الصباح؟ لا والله الحقيقه فعلا كان في اسفرا من الساعه 2 قبل الفجر مباشره بدأ تكون الشبوره المائيه وانخفضت الرؤيه عند منطقه برج العرب تحديدا لاقل من 4 كيلو متر. مع تقدم ساعات النهار حوالي الساعه 4 الفجر تقريبا وصلت 2000 متر. الساعه 6 الصبح كانت اقل من 100 متر، اقل من 100 متر. نعم. يعني اصبحت الرؤيه اللي عندي او الظاهره الجويه المقربه اسمها ضباب. مع الضباب بيتعثر تماما حركه الطيران، اي نوع من انواع الطيران سواء مدني او عسكري، حتى الرؤيه على الطرق كمان بتتعذر مع ظهور الشبوره الكثيفه او الضباب. استمر وجود الضباب ده تقريبا لغايه الساعه 9 الصبح. بعد الساعه 9 الصبح تدريجيا بدات الرؤيه تتحسن لكن لا تسمح بحركه الطيران. يعني الوقت ده كله ما كانش فيه حركه طيران في مصر كلها ولا في منطقه مطار برج العرب؟ بنتكلم على برج العرب حضرتك. يعني مطار برج العرب ما كانش شغال هو كمان في هذا التوقيت؟ لا طبعا، لا طبعا حضرتك. لكن طبعا مطار القاهره بقى المطارات كانت شغاله لان الرؤيه كانت في المعتاد تماما. يعني ما كانش يعني لو جبنا الرننج بتاع مطار برج العرب هنكتشف ان من الساعه 2 الفجر ما طلعش طيران لحد 10 الصبح. تمام كده يا فندم، تمام حضرتك. طيب بعد 10 الصبح كان في رؤيه تسمح باقلاع الطائره؟ لا كانت وصلت حوالي هي 2000 متر حسب السجلات اللي عندي والرصده الجويه اللي موجوده لمنطقه برج العرب على وجه العموم. طبعا حضرتك لكن كان الميعاد فات بقى طبعا. يعني ليه فات؟ يعني لو وصل المحكمه الساعه 11 عادي ممكن المحكمه تبتدي 11 يعني 12 كان وارد برضه. يعني هو ده قرار طبعا بتتخذه بقى سلطه الطيران طبعا حضرتك بالتنسيق مع اولي الامر بقى المحكمه والساده القضاه وكده حضرتك. يعني هو دور الارصاد بس حضرتك ان هو طبعا بينبه وبيحذر ويمكن الرجوع لسجلاتها للتاكد. موجود فعلا الكلام ده حقيقي فعلا حضرتك. نعم. طيب بشكرك جدا دكتور وحيد سعودي الذي يؤكد ان كان هناك استحاله اقلاع اي طائره من برج العرب في الفتره من الساعه 2 فجرا وحتى الساعه 10 صباحا، وهذا يتوافق مع ما اعلنه السيد وزير الداخليه مع زميلتي لميس الحديدي صباح اليوم، وان ده الارصاد اللي قالت والطيار قال ما اقدرش اطير في هذه الاجواء، ولكن تبقى هناك حكايات. كان ممكن بعد 10 الطياره تطلع ممكن. طيب عمر بن الدكتور محمد مرسي كتب على صفحته على الفيسبوك النهارده ان هناك 3 سيناريوهات ليس من بينها الجو، انهم خافوا منه انه يتكلم ويكشف ويصدر تعليماته بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه لقاده الانقلاب، انا لازم ارجع. فطبعا كانوا هيتخضوا لما محمد مرسي جوه القفص وهو لابس البدله البيضاء يقول لهم لازم ارجع، فيقولوا يا خبر ده قال كده يبقى نرجعه يا جماعه. اتخضينا منه، لما كان في ايدهم ما اتخضوش لكن وهو في القفص هيتخضوا ويرجعوه. وقال لك ان لان كان هناك في معلومات ان هناك محاوله لاغتياله ولكن هم خافوا انهم يتحملوا المسؤوليه فما رضوش يقولوا، وده كلام ناس كتير. طيب هل وارد ان الامن كان عنده معلومات اخرى ان الاخوان ممكن يضحوا بمحمد مرسي عشان يفرتكوا خارطه الطريق؟ ليه لا؟ ما هو دراعهم بيت المقدس سهل، انصار بيت المقدس، فكان سهل جدا ان تبقى في عمليه انتحاريه في المنطقه فور هبوط الطائره ويتفجر اللي يتفجر ويموتوا مرسي. بس ساعتها هيتقال مين اللي موته؟ اللي موته اللي حبسه، اللي ما عرفش يحميه. والله انا خير رمضان، المدعو خير رمضان، لو انا وزير الداخليه وعندي معلومات تشكك ان في خطر على حياه هذا الرجل والدوله اللي هتشيل ده، او من غير الدوله، هي مسؤوليته انه يحميه. محمد مرسي بريء حتى الان حتى تثبت ادانته، ومسؤوليته انه يحميه، من حقه انه ما يجيبوش وتتاجل القضيه. ايه اللي هيحصل يعني لما تاجل القضيه؟ ونشتري دماغنا من قيل وقال. كان قابل بقى يروح بالبدله البيضاء، مش حابب يبان قدام الكاميرات وهو بيتصور 4 ب6 جنبه شمال ويمين، فيبان كانه متهم. ما هو متهم، ومتهم بحاجات كتير. نفسه عزيزه عليه، ماشي خلاص، نفسه عزيزه عليه. اللي عايز ياخدها كده ياخدها، واللي عايز ياخدها كده ياخدها. وانا هوصل دايما، وانا دايما بفكر هو اسوأ التفكير ايه؟ ان الداخليه اللي قررت انه ما يجيش. طب الداخليه قررت ليه؟ الداخليه قررت لعده اسباب، احتمال ان كان في محاوله اغتيال، احتمال ان الاخوان كانوا هيعملوا شغب وحرائق ومشكلات كتيره رغم انهم عملوا، لكن كانت هتبقى اكتر من كده علشان يفسدوا المحاكمه. وارد ان الرؤيه الامنيه رأت ان مش محاكمه النهارده، مش عاجبكم الارصاد، خلاص شافت هذا القرار ولزقته في الارصاد. اي خدمه، ايه المشكله يعني؟ معانا مين؟ زميلي الاستاذ احمد شلبي كان موجود النهارده في قاعه المحاكمه. احمد شلبي رئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم، وكان موجود النهارده في قاعه المحكمه. ناس كتير قالت ان البلتاجي اغمى عليه، فقد وعيه وسقط في القاعه في القفص. البلتاجي بيعلن ان هو مضرب عن الطعام بقاله 20 يوم، انا اول مره اسمع عن اضراب عن الطعام ل 20 يوم، وصحته كانت الحمد لله كويسه، نتمنى له الصحه هو والدكتور عصام العريان. نعرف التفاصيل من زميلي احمد شلبي. مساء الخير يا احمد. تحياتي ليك يا استاذ خير. ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ريس. ممكن تحكي لنا اجواء الجلسه النهارده كان شكلها ايه في انتظار ما لا يجيء محمد مرسي؟ طيب، انا بس قبل ما اخش في اجواء الجلسه انا لازم اقول بس من وجهه نظري السببين الحقيقيين مفيش ثالث ليهم هيشيل الجلسه النهارده، يعني طبقا للمنطق وطبقا للي احنا شفناه النهارده. اتفضل. السبب الاولاني واللي هو المعلن اللي قالته المحكمه ان هو سوء الاحوال الجويه، ده لازم التزم باللي قالته هيئه المحكمه، ده السبب الاولاني. السبب الثاني هو ان الدوله مش عاوزه تحاكم مرسي النهارده علشان ما يقولش اي رسائل من شانها اثاره انصاره في الشارع ويحصل احداث فوضى قبل استفتاء قدامه 3-4 ايام. نعم. دول سببين مفيش تاريخ ليهم. الناس اللي بتقول ان هو كان في تخوف ان يحصل عمليه ارهابيه داخل الاكاديميه وتفجير وقتل والكلام ده، الناس اللي راحت النهارده وحضرت الجلسه زينا، استحاله نمله رفاعي كانت تخش النهارده الاكاديميه يعني بدبوس. اللي شاف التامينات النهارده واحنا دخلنا كده، يعني استحاله ان انصار بيت المرسي، ده المحامين نفسهم ما عرفوش يدخلوا، ما سمحوا لهمش يدخلوا بعربياتهم، وطلبوا منهم يركبوا اتوبيسات وخرجوا وما رضوش يدخلوا. بالظبط. فاللي يقول لي ان هو خايفين ان هو يحصل عمليه تفجيريه في الطياره وتخبطه، اقول له الكلام ده معلش انا اسف، انا رحت النهارده وشفت مفيش نمله كانت ممكن تخش اكاديميه الشرطه النهارده. اما بقى فيما يتعلق باللي حصل النهارده داخل الجلسه، انا واحد من 3 قابلت النهارده محمد البلتاجي بعد الجلسه ما خلصت، والقاضي قال القرار بتاعه، اجل الجلسه ل 1 فبراير. جميع الزملاء الصحفيين كلهم طلعوا جري علشان يبلغوا خبر التاجيل. كنت انا وزميل ليا في اليوم السابع وزميله في وكاله رويترز، استنينا لقينا المتهمين واقفين مستنيين. بقول انا بالنسبه لي الخبر مش خبر التاجيل، انا بالنسبه لي الخبر ان انا اتكلم مع الناس دي واشوفهم هم فكرهم ايه دلوقتي، الناس دي بتفكر في ايه دلوقتي بعد هم في القفص. يعني طبعا محمد البلتاجي كان هو يعني بيلجا لوسائل الاعلام الاجنبيه ولقناه رويترز اكتر من الوسائل المصريه، كان عاوز يتكلم معاهم بشكل كتير. البلتاجي بدون ما في حد يسالهم، احنا ال3 قال ان انا مضرب عن الطعام منذ 20 يوم، على الرغم ان انا شفته بعيني مسافه 3 متر او 4 متر تقريبا ما بينه وما بينه، ان هو بكامل صحته. يعني طول الجلسه، او مش طول الجلسه، طول الفتره اللي هو كان واقف فيها في القاعه واقف بصحه تمام جدا، بيتحرك، بيصلي الظهر جوه القفص. مفيش اللي يقول ان هو اغمى عليه، الكلام ده ما حصلش. طول الجلسه هو باين ان هو بصحه جيده، فليس ان هو يعني غير مهندم، شعره يعني باين ان هو غير مهندم. بس انا يعني ده كلام يحاسبنا عليه ربنا، انا شفته بصحه جيده. هو الدكتور عصام العريان نفس الحكايه، كلهم يتمتعوا بصحه جيده. يعني دي مش صحه حد بقاله 20 يوم ما بياكلش يعني. يعني انا يعني شهادتي الضعيفه، انا يعني انا لما باكلش يوم ما بعرفش اقف اساسا. لا انا شهادتي واللي انا شفته بقول لا الكلام ده مش صحيح. وانا مش مع الاخوان او ضد الاخوان، انا بقول شهاده قدام ربنا. ده فيما يتعلق بالاضراب، وانا مضرب عن الطعام ب 20 يوم عشان سوء المعامله اللي انا بتعرض ليها داخل السجن، والاعتداءات اللي بتحصل عليا، الاعتداء البدني والاعتداء اللفظي اللي بيحصل عليا جوه السجن. فانا مضرب عن الطعام، وكمان منعين عني الزياره، وزوجتي لما جيت تزورني اعتدوا عليها وي كلام كتير كده فيما يتعلق بالاعتداء عليه داخل السجن. انا سالته فيما يتعلق اسئله اخرى تمكنت ان انا اسالها له خلال الفتره اللي احنا قضيناها في الجلسه. قلت له دكتور انتوا يعني ايه ردكم، وخاصه ان الجلسه دي هي اول جلسه بعد اعلان الحكومه او اول ظهور للمتهمين بعد اعلان الحكومه دي جماعه الاخوان جماعه تحقيق او تنظيم ارهابي. قلت له ردكم ايه على القرار ده؟ فهو قال انا محتاج دليل واحد، خلي الحكومه خلي البيبلاوي يجيب لي دليل واحد ان الاخوان ده جماعه ارهابيه او ارتكبت اعمال ارهابيه. قلت له انا يعني اجيب قول له الدليل انت. قلت له ان تحقيقات النيابه ووزاره الداخليه اعلنت وده معلن الناس كلها ان 2 من المتهمين في خليه المنصوره هم ابناء قيادات الاخوان. الحاجه الثالثه ان ابن حضرتك طلق القبض عليه وبحوزته اسلحه و 46 طلقه و يعني. فطبعا ما ردش عليا، يعني هو استهزأ بالسؤال ضحك يعني بمعنى ان انا الكلام ده احنا يعني الامن اللي بيردده او حاجه زي كده يعني. اللي فيما يتعلق بالدستور قلت له طب انتوا عندكم تعليق على الدستور اللي محطوط دلوقتي واللي احنا هننزل نستفتى عليه؟ قال لي انا اللي اعرفه الدستور بتاعنا اللي احنا حطيناه، الدستور اللي احنا اقررناه والشعب اقره والاثنين الانقلابيون فيما بعد اعترفوا بيه، هو ده الدستور اللي انا بؤمن بيه. نعم. قلت له طيب دكتور فيما يتعلق بالتحقيقات اللي بتجرى معاك في قضيه التخابر، انت متهم بالتخابر والاتصال بجهات اجنبيه وعناصر من حماس وقت اقتحام السجون، فبرضه نفس الحكايه. قال لي ده كلها كلام امن، كلها مفيش دليل عليه. قلت له بس يعني في تحركات ليك ان انت قابلت ناس في حماس وفي وقت الثوره ودي مسجل بالصوت والصوره، فقال دي كلها امن وده انتقام سياسي مني وده انتقام سياسي من جماعه الاخوان المسلمين وده معلن للناس كلها، وانتوا كصحفيين مصريين انتوا مش بتكتبوا من دماغكم، انتوا مواجهين. فانا يعني مش هكمل كلام اكتر من كده معاكم. انا يعني الصحافه المصريه دي بالنسبه لي موجهه وملهاش اي اعتبارات بالنسبه لي. قلت له شكرا انا كنت بطرح وجهه نظري وليك الحق ان انت تقول، وده اللي انا فعلا يعني بقينا قال بالظبط. بس انا يعني حرصت ان انا اكد في بعض النقط. هو كان بيقول ان هو مضرب عن الطعام 20 يوم، انا يعني كان لازم اكد في حواري معاه ان انا لا شفته ان هو بصحه جيده وللناس اللي هي. نعم. بشكرك جدا زميلي الاستاذ احمد شلبي رئيس قسم الحوادث بجريده مصر اليوم، واصفا لنا ما دار في جلسه المحاكمه ناقلا حوار مع محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية المتهم على ذمة عدد من القضايا، منها قضية قتل المتظاهرين التي كان يحاكم عليها اليوم، وقضية التخابر مع دول أجنبية. معايا السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك سيادة اللواء. ممكن أسألك هل كان هناك أي معلومات عن عمليات مزمع تنفيذها اليوم في حال محاكمة الرئيس المخلوع أو المعزول محمد مرسي؟ لا لم يكن هناك لدينا معلومات أكيدة عن استهداف الرئيس المعزول محمد مرسي بشخصه، ولكن كان هناك يعني معلومات عن بعض القلاقل التي ممكن تشيرها جماعة الإخوان من حيث التجمع في بعض الأماكن أو قطع الطرق أو الاحتشاد حول مبنى الأكاديمية، واتخذت عناصر الخطة الأمنية يعني كانت محددة وواضحة لنشر قوات كثيفة في الأماكن التي كانت هناك احتمالات أو توقعات أو معلومات بشأنها، وكانت الخطة الأمنية كفيلة بإحباط أي محاولة سواء قطع الطريق الدائري او قطع طريق كورنيش المعادي او الاحتشاد في بعض مناطق مدينه نصر او الاحتشاد حول الاكاديميه. اما بالنسبه للرئيس المعزول في حد ذاته فلم تكن لدينا معلومات اكيده، ولكن تواتر في بعض المواقع، ولكن هذه المعلومات التي تنقلتها بعض المواقع لم تكن معلومات اكيده في هذا الصدد. هل فعلا سبب عدم مجيء، لان عندي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد اكد ما قاله السيد وزير الداخليه صباح اليوم من ان عدم مجيئه كان بسبب سوء الاحوال الجويه، في نفس الوقت اللي الزملاء بياكدوا لي ان مطار برج العرب كان فيه رحلات في التوقيتات الصباحيه اللي ما اتحركتش فيها الطائره. سيدي احنا اتخذنا كافه الاحتياط، كافه الاجراءات اللازمه، تم التنسيق مع القوات المسلحه وتم التصديق على قيام الطائرة وتواجدها في برج العرب من 7 صباحا، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين ترحيل الرئيس المعزول، تم توجيه كافة الخطة الأمنية لتأمينه منذ ترحيله إلى وصوله، ولكن هذه المعلومات الفنية بخصوص اقلاع الطائرة، ربما الطائرات الهند تختلف عن الطائرات الاخرى. رئيس هيئة المتحدث قال لي لا كله يتساوى عسكري او مدني. يعني احنا ما لدينا من معلومات او ما لدينا من خطة امنية لنقله كانت متوافرة وكاملة، عناصرها مكتملة من حيث وسيلة النقل واجراءات التأمين ومكان الاقلاع ومكان الهبوط، وهذا ما كان لدينا من معلومات وخطة امنية لنقله. تعذر نقله حتى الساعة 10 صباحا، اخطرنا بعدم كمية اقلاع الطائرة في ذات الوقت بوجود شبورة كثيفة ربما تؤثر على حالة الطيران الطائرة المقولة له. طيب سيادة اللواء، حصاد تخريب الإخوان اليوم ايه؟ حقيقة هناك يعني تحول ملحوظ في عمليات الإتلاف والتخريب التي تمارسها عناصر جماعة الإخوان، خاصة في التعدي على ممتلكات المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة. تعدوا على أحد الأتوبيسات في مدينة نصر، أظلم النار في 3 سيارات خاصة بالأهالي، تعدوا على إحدى سيارات الشرطة كان موجود للإصلاح لدى إحدى ورش الميكانيكية في منطقة مدينة نصر. يعني هناك حالات من التعدي، ربما الممنهجة لإحداث حالة من الفوضى وإحداث ترويع للمواطنين في تلك المناطق التي يتواجدون بها. القوات كانت موجودة، سيطرت على هذه الأحداث، تمكنت من ضبط أعداد كبيرة منهم، تحوزتهم كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة. حقيقة إلقاء جندي من مكان مرتفع في جماعة الأزهر، هل ده صحيح؟ لا، هو مش بالظبط كده، هو كان هناك تعدي على أحد أفراد الأمن الخاصين بجامعة الأزهر، الأمن الخاص اللي هو الجامعة بتستعين بيهم لتنظيم حركة الطلاب في داخل الجامعة، تعدوا على أحد أفراد الأمن. وأما بالنسبة لجنود الأمن المركزي ولم يحدث اختطاف جنديين وتم إنقاذهم والكلام المنشور على المواقع ده. لا، لم يحدث ما نشر في بعض المواقع في هذا الشأن. نعم. طيب بشكرك جدا السيد اللواء عبد الفتاح عثمان، مؤكدا أن سبب عدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسي هو سوء الأحوال الجوية، وكاشفا أن ما نشر في كثير من المواقع حتى المعتبرة والمحترمة ليس صحيحا من إلقاء طلاب الإخوان لجندي من طابق مرتفع أو اختطاف جنديين. دي أخبار منشورة على أنها حقيقة، حتى الزملاء جايبينها لي على أنها حقيقة، لا مش حقيقة كده. الإعلام بيعيش مرحلة من معلومات كتير مغلوطة، محتاجين نعيد التدقيق مرة أخرى احتراما للمشاهد. طيب خلونا أقول لكم عندي إيه الأول. أنا عندي النهاردة حلقة خاصة بمعنى هي خارج الصندوق، يعني مش عايز اخدكم الارهاب الاخوان وحاجات كده، يعني هنتكلم بكره عن الدستور، بس النهارده حلقه خاصه جدا عن جماعه قررت انها تكون مختلفه. مش جماعه اخوان، جماعه تعايش اهل الحته، جماعه نشأت في الاسكندريه، جماعه مسلمين ومسيحيين، فيها مشايخ وفيها اقطاب مسيحيه، فيها شباب زي الفل، فيها ناس بتفكر وبتقول احنا طول عمرنا عايشين ونعرف نعيش. بدأت تتسع هذه الجماعة، مش شغالين لوحديهم، مش شغالين في الإسكندرية بس، بدأوا يسافروا محافظات أخرى يتكلموا مع ناس وينشروا هذا الفكر. هذه الجماعة أكيد وهي بتدخل في بعضيها كده كان يعني الفكرة أعلى من الاندماج الحقيقي أو الذوبان الحقيقي، لكن هم مصريين، اللون، الضحكة، الدم، الإحساس، حب الأرض دي، المية اللي بنشربها، الزرعة اللي بتطلع، احنا واحد. هم ببساطة بيعبروا عن ده. هيكون معايا النهارده دكتور محمود رشدي، استاذ نظم المعلومات بمركز اعداد القادة، خبير إدارة الأزمات. معايا أميرة أبو حسين، مدير مركز الوساطة لتنمية المجتمع. معايا شمعي أسعد، كاتب ومدون. معايا باسم ماهر، مدير مشروعات بمركز حتب للنمو الإنساني. يعني في النهاية 2 مصريين و2 مصريين، هتسمعوهم وهتشوفوا التجربه. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل عندي قليل من الاخبار قبل ان استقبل ضيوفي الاعزاء. تقديرا لدور الفن والاعلام، كرم مهرجان القنوات الفضائيه العربيه في دورته الرابعه نجوم الفن والاعلام، وحصلت قنوات CBC على نصيب الأسد من هذه الجوائز، حيث فازت ب3 جوائز. أفضل تغطية إعلامية CBC، وتتسلمها نهال العقباوي. ارجعي تاني عشان هتاخدي جائزة قناة الظاهر CBC. أحسن إعلام خير رمضان. أنا عشقت العمل في الإعلام، عشقته وعشقت خدمة بلدي من خلال عملي في الإعلام. أي برنامج كنت بقدمه كنت ببص لبلدي، أشوف أنا هخدم بيه بلدي إزاي. سعيد جدا وسعيد جدا أن أنا أكون على CBC، ده شيء بالنسبة لي شرف كبير. كما شهد المهرجان تكريم عدد من نجوم الدراما على أدوارهم المتميزة في عام 2013. إحساس حلو قوي الواحد يتعب في شغله ويلاقي تقدير بعديها، يعني فإحساس حلو جدا. الحمد لله أنا سعيد بالتجربة الثانية ليا مع كاتب كبير هو الله يرحمه الأستاذ أسامة أنور عكاشة. سعيد بالتجربة الحمد لله، مو بحقق اللي أنا كنت عايزه منه يعني. أكيد مبسوطة جدا. التكريم النهارده عن الوالدة باشا، والتكريم اللي قبله كان عن الزوجة الثانية، التكريم اللي جاي عن هرج ومرج، فأنا بجد مبسوطة جدا. العمل فني عمل جماعي، لازم تكون قدام الكاميرا وورا الكاميرا على نفس القوة وعلى نفس النغمة. إعلام من أجل الاستقرار هو شعار المهرجان لهذا العام، الذي لم ينسى ذكر الفنانة الراحلة زهرة العلا، التي أثرت السينما المصرية خلال مشوارها الفني. باسم إبراهيم، ممكن. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه رايكم في اضراب الاطباء؟ والنهارده انضم اليهم الصيادله. هم بيطالبوا بكادر طبي عادل. هم وانا مغمض اصحاب حق. هم مظلومين. لكن حبكت اليومين دول ليه؟ يعني بلد فيها اللي فيها دلوقتي، ليه مش من شهر وليه مش بعد اسبوع؟ يعني ليه ما نستناش؟ كانوا عملوها بدري واحنا معاهم لو لهم حقوق، ويعملوها بعد اسبوع واحنا معاهم عشان ياخدوا حقهم. لماذا الان واضراب كبير؟ وفي فين؟ في المستشفيات الحكوميه. ليه؟ يعني ليه بتاخد حقك في وقت لو يدراع؟ يعني بلد وقع على جنبها، مش عارفين نصلب عودها يومين على بعض. بلد داخله استفتاء على دستورها في مرحلة حرجة جدا. أنا مش لاقي إجابة، يعني مش عارف أقتنع بأن هذا هو الوقت المناسب لإضراب الأطباء. عايز أقول لكم الصيادلة النهاردة دخلوا نقابة الصيادلة في بيان لها، قالت أن الإضراب في الوقت الحالي سيكون جزئيا ولن يشمل أي طوارئ أو رعاية مركزة أو مركز غسيل كلوي أو عمليات طارئة حفاظا على صحة المريض، ده حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. والصيادلة قالوا أن الإضراب مستمر وحقق 8 نجاح بنسبه 58%. وكيل نقابه الصيادله قال ان مستشفيات المنصوره والمنيا وقنا كانت مضربه بنسبه 100%، كذلك بني سويف. ده خلى المستشفيات تمشي عربيات خدمه طبيه بجميع انحاء المحافظه عشان تساعد الناس. الصيادله طلبوا تامين علشان يعملوا ده. بلغت نسبة الإضراب في الإسكندرية 70%، القاهرة كان لا يقل عن 30 مستشفى، الشرقية 10 مستشفيات، الغربية 6 مستشفيات. وقالوا إن الإضراب هو الحل الأمثل. هل علينا أن نسأل لماذا لم تحل المشكلة منذ فترة، أم لماذا تصعدون المشكلة الآن؟ معي الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك. الله يسلمك. انت عندك دور برد جامد. لا انا عندي انطلاق غضروفي في ظهري. الف سلامه ليك يا دكتور. الله يخليك. دكتور محمد، ابتدي بالسؤال لماذا تاخروا عليكم في الحل، ولا ابتدي لماذا التصعيد الان ومصر في وعكه شديده؟ انا مش لاقي، لا نظرا لان انا جوه المطبخ يعني. نعم. مش لاقي ارتباط بين التوقيت، مش لاقي قصد معين بين توقيت الإضراب وبين الظروف السياسية التي مصر مقبلة عليها. نعم. استفتاء يوم 14 و 15، هو الفريق الطبي كله كان معروضا عليه من حوالي 3-4-5 شهور كادر أو نظام مالي مقبول منهم، وتغير هذا إلى نظام سقف وانخفض بشكل واضح جدا. نعم. حتى لما جينا نسمي يعني فوجئنا ان وزاره الصحه سمت المشروع بمشروع الحوافز الجديد للفريق الطبي. من وجهه نظر المتصلين القانونيين بينا، كلمه كادر هي الكلمه الثابته، زي كادر القضاء، زي كادر الشرطه، زي يعني الكادر بيدي نوع من الثبات وبيدخل في موازنه الدوله كل سنه. نعم. اما نظام تطوير الحوافز فهو خاضع للتغيير المستمر. ده احد الحاجات اللي احنا مشتركين فيها مع الاطباء، مع الفريق الطبي كله، حتى الاسنان وحتى التمريض. بنرى انه يجب ان ياخذ شكل قانوني، يطلع قانون باسم كادر حتى يكون ذلك ثابتا. دي قضيه نقاشيه ان شاء الله نوصل فيها لحل. الجزء الخاص بالصيادله. نعم. اولا انا بس عاوز اشير الى انه الاضراب اللي تم في 1 يناير هو اول اضراب تم من 25 يناير 2011 للصيادله. الصيادله كانوا حريصين الا يدخلوا في قضايا الاضراب، وكنا شايفين ان البلد كلها عماله تضرب وما كناش لنا رغبه في المشاركه في تعطيل العجله يعني بصفه عامه. احنا فوجئنا في انه الصيادله اتحطوا في الكادر او في النظام ده في مرتبة أقل من أطباء الأسنان، برغم التساوي سنوات الدراسة وبرغم التساوي لسنة التدريب. والصيادلة اعتبروا ده نوع من أنواع إنقاص القيمة المهنية ليهم. وأنا هضرب لحضرتك مثل بسيط أوي، إذا كنت هتديني الربع دقيقة الجاية دي. اتفضل. لو دخلوا 100 مريض المستشفى، فال100 مريض بيتقابلوا مع 3 مهن: التمريض والطب والدواء. تمام. جزء صغير منهم قوي بيروح للاسنان، جزء صغير منهم قوي بيروح للعلاج الطبيعي، انما الفريق المثلث اللي لافف حوالين بعضه هو التمريض والطب والدواء. فاحنا اتحطينا في مركز مالي اقل من غيرنا برغم تساوي سنوات الدراسه مع اطباء الاسنان. الموضوع ده بالنسبة للمهنيين، وحضرتك مهني زيي، بيبقى في نوع من أنواع الحساسية. الحقيقة إنه عشان بس أدي للأمور حقها، الحقيقة إن في مفاوضات مع وزيرة الصحة اتفقنا إن المجلس الأعلى للجامعات بيقنن سنة التدريب للصيادلة زي سنة الامتياز للأطباء. في الاسبوع الجاي ان شاء الله انا بذيع الكلام ده في برنامج حضرتك المحترم يعني. ان شاء الله يشرفني فادي. ان المجلس الاعلى للجامعات هيقر هذه السنه التدريبيه، وفي هذه الحاله القرار القانون اذا طلع هيطلع بيساوي الصيادله مع اطباء الاسنان الاطباء بيزيدوا علاوه ونص او علاوتين لانهم بيدرسوا سنتين زياده. الامر ما طبعا حضرتك كما ذكرت انه حصلت مشاكل، رغم ان احنا في تعليمات بان اقسام الطوارئ، مستشفيات الحروق، الحاجات اللي هي حتى مسائل الخاصه بالطوارئ والاصابات والحوادث الطريق كان في صيادله موجودين. من الممكن ان يكون حصل مشاكل في بني سويف، وانا يعني لست ضد ان يحل المحافظ او يحل الاجهزه الطبيه يحل مشكله المرضى، احنا نفسنا المريض ما يتعرضش. طب عشان خاطر المريض يا دكتور محمد وعلشان خاطر البلد، ألم يكن من الممكن أن تعلن نقابة الصيادلة بعد حوار من مجلس النقابة مع الصيادلة إن احنا بعد انتهاء الدستور مباشرة في السبت الأول هنعمل إضراب حقيقي وكامل لحين الحصول على حقوقنا، وساعتها كنا كلنا هنقول شكرا ليكوا واحنا معاكوا وانتوا اللي بتطالبوه بيه مشروع جدا، لكن هي مجرد توقيت. هل الأسبوع ده كان مؤثر او فارق في الضغط في هذه الايام؟ انا برجوك انك تشيل من الكلام اللي بينا ان هناك ده يبقى اضراب سياسي، اللي حضرتك بتقول عليه ده اضراب سياسي، يعني اضراب له توقيت معين. عشان انا باكد لحضرتك، باكد انا مش عارف اتخلص من فكره اتهام بعض النقابات بانتماءاتها وتركيباتها وتشكيلاتها. انا حقيقه اقول لك انه حتى تشكيله نقابة الصيادلة الآن بعد الانتخابات النصفية ليس تشكيلا سياسيا بالمعنى القديم خالص. انت حضرتك شخصيا تعرضت لهذا النوع من الاتهامات يا دكتور محمد؟ موضوع كبير، ولما تعزمني على فنجان شاي نبقى نتكلم. حضرتك معزوم على شاي وقهوة والجو كله. انما بالفعل الموضوع قد يرتبط في ذهنك باعتبارك كراجل القضايا العامة اقرب الى ذهنك مننا يعني. لا العفو. انما والله انا بكلم حضرتك، لا يوجد ارتباط سياسي ولا اي يعني ظل سياسي، يعني صدقني المره دي وبعدين لما نشرب الشاي نبقى ناكد الكلام. طيب ماشي. لا يوجد ظل سياسي للمعاد خالص، لا فيما حتى ما اعلم، لا للاطباء ولا للصيادله. طيب. يعني انا نتمنى ذلك. وانا بتكلم حتى من باب الموائمه ومن باب المصلحة الوطنية بعيدا عن أي اتهامات. أنا أحب أقول لحضرتك حاجة، الصيادلة وخصوصا يعني الصيادلة مالهم في الطريق العام، يعني مال الصيادلة في الطريق العام، واخد حضرتك؟ نعم. فإحنا يعني الاستقرار أحد الحاجات اللي بتدفع العمل الصيدلي إلى الأمام. كل الحاجات اللي في البلد. فأنا بقول لحضرتك يعني عشان خاطري شيل البصمه. شلتها يا فندم، بس برضه ما زلت مصر ان الموائمه الوطنيه وصالح البلد كان يمكن تجاوز هذه الايام رغم عدم وجود نوايا سيئه ولا اغراض ولا ربط سياسي. قد تكون حضرتك اعقل. لا العفو العفو، مش اعقل ولا حاجه جايز. انا لان مش حاسس بالمشكله، مش قادر اتعاطف معاها. خلال اسبوع 7 ايام مش هيفرقوا كتير يعني. فجايز المشكله عندنا. انا بشكرك جدا دكتور محمد، وعلى وعد ان شاء الله ان احنا الاسبوع الجاي تشرفنا ونشرب شاي ونتعشى وكل حاجه في الدنيا. معايا الدكتور احمد كامل المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، نشوف ليه وزاره الصحه متباطئه في حل مشاكل الاطباء والصيادله. مساء الخير دكتور احمد. مساء الخير يا استاذ خيري، اهلا بحضرتك. تحت امر حضرتك. دكتور احمد، هل تباطأت وزارة الصحة رغم اتفاقية اكثر من مرة مع الاطباء ومع الصيادلة في حل مشكلة الكادر فادت الى تصاعد الازمة وانفجارها في وقت مصر تحتاج الى حالة من الهدوء في مواجهة عنف في كل مكان؟ لا والله يا فندم، هو الواقع ان وزارة الصحة بتبذل قصارى جهدها لانها يعني تلبي جميع احتياجات وطلبات جميع المنتفعين بالقانون، وهم عددهم فوق 460,000 شخص في تابعين ل7 نقابات طبية، منهم 5 نقابات قبلت بالقانون ومتحمسين ليه ويطالبوا بتطبيقه، ونقابتان هما نقابة الأطباء ونقابة الصيدلة رافضين للقانون وعندهم بعض التعديلات ليه. واحنا عندنا اجتماعات ولقاءات واتصالات شبه يوميه معاهم علشان خاطر نحل هذا الموضوع من قبل الاضراب، ورسائلهم وصلت من قبل الاضراب. واحنا كان عندنا مثلا مشاكل مع هم، يعني عايزين بعض الحاجات من وزاره الماليه. رتبنا لقاء لاول مره، قعدوا مندوبي النقابات قعدوا مع وزاره الماليه مباشره. مره اخرى برضو نقابه الصيدله كان عندهم بعض الطلبات ليها علاقه باحتساب سنه تدريب زياده، وده المسؤول عن انه يعمل كده المجلس الاعلى للجامعات. والدكتوره مها اتصلت بالدكتور اشرف حاتم رئيس المجلس الاعلى للجامعات، وبنحاول اننا نساعدهم في هذه الجزئيه، بس دي جزئيات خارج يعني سلطه وزاره الصحه. وحتى يعني كان المفروض النهارده في لقاء مع مجموعه من الصيادله. الفكره انه احنا لا نتباطأ ولا حاجه، بل بالعكس انه الحكومات السابقه وعدت كثيرا باقرار هذا القانون ولم يقر، ونحن الحكومه الوحيده التي تمضي قدما في اقرار هذا القانون لانه خطوه على الطريق الصحيح. وانا حضرتك هتفهمني، هو ليس المنتهى، احنا عارفين انه مش منتهى املهم، ولكنه خطوه في الطريق الصحيح وممكن نصلح ونعدل فيها واحنا ماشيين. نعم. بشكرك جدا دكتور احمد كامل المتحدث باسم وزاره الصحه، قدمت لحضراتكم وجهتي النظر، وانتم احكموا تعاطفوا او لوموا، وكله في اطار المحبه. من امبارح واربع قيادات عماليه تم اختطافهم من جماعه انصار بيت المقدس، هم رئيس النقابه العامه للسياحه الاستاذ ممدوح محمدي محمد احمد، والامين العام الاستاذ ممدوح رياض، ومحمد الجندي وكيل نقابه السياحه، ومحمد عيسى وكيل اول وزاره العمل. اتخطف في منطقة عيون موسى بسيناء. البحث عنهم طبعا مسألة صعبة جدا. كتائب أنصار بيت المقدس قالت إنها مش هتفرج عنهم إلا بعد الإفراج عن المقبوض عليهم من الجماعة الإرهابية. المنطقة اللي اتخطف فيها منطقة صعبة أوي، هي بتقع بين ثلاث محافظات، السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. القيادات الأمنية بتحاول تبحث، الأمر ليس سهل. قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضوا إلغاء المؤتمر اللي كان رايحينه إخواتنا اللي اتخطفوا، كان مؤتمر دعم الدستور، ده هيعقد بكرة في مدينة شرم الشيخ. اتحاد العمال عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم وصف فيه أداء حكومة البيبلاوي بالمتخاذل لأنها ما خدتش موقف حاسم تجاه المختطفين، مضيفا أنها لم تصدر حتى بيانا واحدا حتى الآن قائلا ارحلي يا حكومة زملائنا ما رجعوش، وقال ان يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت نفسه وان يكون اداه للارهاب. واعلن الاتحاد انه في حاله انعقاد دائم، ودعا جميع القيادات بالمرابطه داخل مقر الاتحاد لحين عوده المختطفين، وقال لك ما ينفعش نروح بيوتنا وزملائنا مختطفين مش عارفين عنهم حاجه. معايا الاستاذ كمال أبو عيطة وزير القوى العامله. مساء الخير سياده الوزير. مساء الخير يا استاذ خالد. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. انت طيب. سياده الوزير، كيف ترى اتهام اتحاد العمال بان الحكومه متخاذله ولم تصدر بيانا ولم تهتم؟ لا 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 لا, لا ده كلام، دي مزايده رخيصه في وقت، هذه مزايده رخيصه في وقت لا يحتمل منا المزايده على بعض. الحكومه احنا ما نمناش منذ اول لحظه حصل فيها الحادث، والمصاب مصاب مصر كلها، مش اتحاد ولا غيره، فيهم دراعي وايدي اخويا محمد عيسى وفيهم زملاء النقابيين. مش ممكن محدش فينا نام. اول بيان صدر في مصر عن الكلام ده الوزاره المختصه بشؤون العمل والعمال طلعته، انا طلعته بمجرد الكشف عن السياره واكتشاف اختفاء زملائي. نزايد على بعض في التوقيت ده مش مجال مزايده، ده مجال مواجهة عدو مشترك للوطن كله، بيهدد العمال وبيهدد الفلاحين وبيهدد الدولة الوطنية المصرية كلها، ولا مجال للمزايدة. والرحيل فليسأل كل منا نفسه كيف أتى حتى نتكلم في مسألة الرحيل. طبعا زملائنا موجودين بقرار إداري، هم عارفين كده كويس، وعيب إن احنا نزايد على بعض في ظل أوضاع زي دي. المفروض نتضامن مع بعض ونتكاتف مع بعض من أجل مواجهة الإرهاب، مش نتبادل الاتهامات مع بعض والمزايده على بعض. احنا مش بننام من اجل الوصول لزملائنا، وده هذا الحدث، هذه الاحداث تصيبنا جميعا، ويعلم الله مدى تاثري وزملائي جميعا اللي وقفوا النهارده مشكورين. انا بشكر زملائي اللي انتفضوا ونزلوا وسابوا مكاتبهم ونزلوا واحترموا نفسهم، ما خرجوش في الشارع، انما وقفوا امام الوزاره لكي ينددوا بالارهاب ويؤكدوا على التزامهم بالدستور. وايه الخطوات اللي خدتها الحكومه منذ الامس يا سياده الوزير؟ لا في اولا ده دور امني بحت في الوصول، سواء كان بيقوم به الشرطه او الجيش في منطقه نحن نعلم ماذا حدث فيها، بالذات في العام الاخير نعلم التسريبات التي حدثت. كل ضباع الارض ادخلت الى بلادنا من كافه التنظيمات المعاديه، وانا بعتبر وقلت ان تنظيم بيت المقدس انصار بيت المقدس هذا الذي اعلن المسؤوليه، هؤلاء ليسوا بيت مقدس، انهم بيت ابيض او بيت شيفع او بيت اسرائيل، ليسوا بيت مقدس. بيت مقدس العمال اللي اتخطفوا دول من قدموا في معركتنا الكبرى ضد العدو ودعموا قواتنا وجيشنا، سواء بوجودهم في القوات المسلحه او بقيامهم في معركه الانتاج اللي كانت بتمول وبتمد خطوط جيشنا بالامداد بكل ما يحتاجه. احنا انصار بيت المقدس عليهم ان هم يشوفوا هناك ناحيه العدو الذي يحتل جزء غالي من ارضنا، بدل من توجههم لقيادات شريفه خارجه مسالمه مش ناويه شر لا تحمل سلاحا، او اولى بهم ان يتوجهوا للعدو الصهيوني بدلا من ان يتوجهوا لابناء الشعب المصري اللي هو جزء من امته العربيه واللي شايل الهم الاكبر وهيشيله على مر التاريخ من اجل الدفاع عن امته العربيه وعن فلسطين. ده مش مجاله، دي هذه ليست منظمات تنتمي لمقدساتنا او لبيت المقدس. انا اعتبر انهم ينتمون لاعدائنا، وكل عمل بيعملوه بيت يهوذا كل فوق سياحي بيتحول من مصر بيروح اسرائيل. يا انصار بيت المقدس انتم انصار اسرائيل ولستم انصار سياده الوزير. حتى لو يرجعوا زملائي يرجعوا وانا اعلم الاجهزه المصريه جميعها شغاله بتواصل الليل بالنهار، واحنا ما بننامش بنتلمس اي خبر. هل لديك يا سياده الوزير اي اخبار مطمئنه، حتى لو مش هتعلنها ولا يجوز الان، ولكن هل هناك اي بوادر تطمئن اهالي هؤلاء؟ ما يطمئني ان هؤلاء المجرمين الخاطفين انهم تحت ايدينا تحت خطتنا، لن يستطيعوا ان يفلتوا بجريمه. انا واثق ان زملائي الاربعه سيعودوا سالمين في اقرب لحظه الى الطرد. احنا اذا ما امتد بينا الغضب، وكاد زملائي النهارده يمتد بهم الغضب للاعتداء على بعض انصار هؤلاء الخاطفين، لولا التهدئه بنهديهم احنا نستطيع ان نصل اليهم، ويستطيع الشعب المصري كله ان يتضامن ضد هذا الارهاب. وانا واثق ان هم لن يستطيعوا ان يمسوا اي من زملائي الاربعه بسوء، وسيعودوا باذن الله، والجهود متواصله ليل بالنهار من اجل استعادتهم. وده خلي بالك بينا كلنا، حكومه وشعب ونقابات وعمال وكل كلنا بينال من شرف كل مواطن مصري. واتاكد نحن جميعا شركاء في هذا الهم، ولازم هنزيله. ولازم هيرجع زملائي لاولادهم اللي شفتهم النهارده معيطين وباكيين عشان ابوهم طبعا. لا هيرجعوا لهم سالمين واطمئنوا. مصر ما قدروش يجرفوها نهائيا، مصر لا زالت فيها قيادات محترمه وشباب محترم بيقطع الصحاري دلوقتي عشان يوصل لزملائي. اطمئنوا وبطمئن الاهل والاسره. زملائنا راجعين ان شاء الله، ولن يستطيع هؤلاء المجرمون ان ينالوا منهم ولا شعره منهم، واحنا في انتظار عودتهم في اقرب فرصه. وبنشكر الجهود الجباره التي تبذلها الاجهزه الان في الصحاري من اجل استعادتهم، وانا بحييهم على جهودهم من اجل استعادتهم، بدل من نكسر مجاديف ونقول الحكومه وفشل الحكومه وعمل. لا، خليك قاعد في التكييف يا من تدعي هذا الكلام، وسيب الناس بتشتغل في عز البرد. دلوقتي الناس في الجبال وفي الصحراء بيدوروا على زملائي. بشكرهم وبحييهم وبنشدهم سرعه الوصول للخاطفين، ولا اقول لهم وأقول لهم الحفاظ على المخطوفين، أما الخاطفين فمآلهم جهنم الحمراء في الدنيا والآخرة. إن شاء الله. بشكرك جدا السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة. النهارده دكتور زياد بهاء الدين عقد مؤتمر صحفي قدم فيه كشف حساب عن أداء الاقتصادي للحكومة بسرعة كده. قال إن الحكومة شطبت مديونيات المزارعين، وضعت حد أدنى أقصى الأجور، زودت المعاشات ومرتبات العاملين بالقطاع الطبي بالدولة اللي هم مضربين، إنفاق إضافي على المشروعات والبنية التحتية وصل إلى 60 مليار جنيه، تعاقدت الحكومة على مشروعات تنموية بقيمة 405 مليار دولار في 6 شهور، مش عارف الرقم ده صح ولا غلط، 45 ولا 405 يا شباب، في 6 شهور 405 مليار دولار ده رقم مش مستحيل. زياد بهاء الدين أكد أيضا على بعض إنجازات الحكومة في 6 أشهر، كان من أبرزها إعفاء طلبة المدارس والجامعات من سداد المصروفات الدراسية بجانب مصاريف المدن الجامعية بتكلفة وصلت ل 700 مليون جنيه، تخفيض تذاكر ركوب وسائل النقل بين المحافظات بنسبة وصلت 15% لمدة 3 شهور، سداد مديونيات المزارعين لدى بنك الائتمان الزراعي لمن زادت ديونه عن 10,000 جنيه، قال المستفيد من ده 72,000 مزارع. قال ان الحكومه حظرت تصدير الارز بعد استيفاء الاحتياج المحلي وحصص بطاقات التموين منه، وسداد نحو 300 مليون جنيه من مستحقات اصحاب المخابز، تحديث بيانات بطاقات التموين. الله الله. وقارن ما بين 30 يونيو انجازات بس مش باينه، مصر واسعه ومحتاجه حاجات كتير، وعلشان الناس اللي تحس مش هتسمع غير لما الغلابه يحسوا. إذا حسينا إن الغلابة مرتاحين هيبقى في تغير حقيقي في الأداء الحكومي. صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو، ده قرار مهم من رئيس الجمهورية، بتضم دكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق أستاذ القانون رئيسا للجنة، عضوية كل من دكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي نائبا، دكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، دكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، دكتورة فاطمة خفاجي مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. خرج من اللجنة دي السفير عبد الرؤوف فريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ده كويس قوي، احنا عندنا قضايا كتير معلقة وعايزين نعرف ماذا حدث، عايزين الزمن ما يغطيش على التاريخ، عايزين نعرف ايه اللي حصل في رابعه وفي الحرس الجمهوري وفي النهضه ومين قتل مين وفي المنصه وفي سينا جنودنا اللي اتقتلوا وفي كرداسه، عايزين نعرف كل الجرائم اللي حصلت بما فيها اللي بيعملوا الارهابيين دلوقتي في مصر، بما فيها ذراع الاخوان انصار بيت المقدس. احنا عايزين نعرف كل حاجه، عايزين لجنه تشتغل بجد وتطلع تقول لنا الحقيقه. النهارده فقدنا طائره حربيه، طائره تدريب، لكن بقى البطل اللي انقذ هذه الطائره. طائره تدريب عسكريه كانت بتمر في السنبلوين، حدث فيها عطل مفاجئ، اتعطل الماتور، نقيب طيار عماد الدين عثمان بكري قرر ان يغامر بحياته ويبعد عن المناطق السكنيه ويروح منطقه زراعيه ويرمي نفسه من الطياره في مسافه قريبه جدا كان ممكن يموت فيها، يعني اي حد اول تفكير هيجي له انه ينط من طياره عطلت وهتقع، لكن فضل يسعى وياخد الطياره. علشان كده المتحدث العسكري النهارده العقيد احمد علي وجه له التحيه، واحنا بنوجه له التحيه. كان ممكن تبقى في كارثه كبيره لو الطائره دي وقعت في منطقه سكنيه، لكن الحمد لله ربنا ستر، وقعت بعيد في مناطق زراعيه. النقيب طيار عماد الدين عثمان بكري ما زال في المستشفى ولكن حالته مستقره، له منا كل التحيه. اسيبكم بفيديو كوميدي بس ما ينفعش اسيبكم واعديه كده، يعني لازم ترجعوا لي تاني يا جماعه. الاخوان عايشين في وهم. انت عارف لما بيبقى عندك حاجه، عندك مرض فنفسك تحلم انك تخلصت منه، عندك شخص بتحلم ومش قادر عليه لانه قوي انك ضربته او غلبته. الاخوان مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي عندهم كده واو اسمها سيسي، عامل لهم خبل. فمن فتره بداوا يروجوا ان الفريق السيسي مات وان اللي موجود قرينه شبيهه. ده طبعا اللي بيروج ده قاعد يتفرج على مسرحيه الزعيم بتاع عادل امام، فجت له الفكره فعمل الحدوته. فمنهم واحد قاعد يقسم بالله انه مات، ومنهم واحد عاقل مفترض انه عاقل نطلع في قناه الجزيره، فلما قالوا له قال لهم والله بصوا بقى لما يطلع علينا ويقول انا حي مش عجبهم كل المناورات ولا كل المناسبات اللي ظهر فيه، بس هو عايزه خدوا بالكم من فكره التسفيه، فكره ان يفرض عليك اجندته، هو بيضغط عليك علشان ايه؟ تفرض اجندتك، فيطلع الفريق السيسي يقول لهم انا اهو، مش هيطلع، مش هيرد، انتوا مين؟ يقول لك والله ساعتها لو طلع نبقى نعتذر ونقول ان المعلومه غلط. ففي واحد من المخابيل كده طالع يقول في الفيديو كلام كوميدي، هسيبكم تشوفوه وهطلع فاصل واستقبل ضيوف الاعزاء علشان نشوف جماعه تعايش اهل الحته. احلى ناس في الدنيا هم اهل الحته. الفيديو اللي هتشوفوه ده تخريف، بس حاجه في النكد اللي احنا فيه تضحكوا، ما هو المجانين في نعيم. نلتقي بعد الفاصل. اليوم 17/10 في القاعده البحريه في اسكندريه. يا عم الحاج طبعا المخابرات العسكريه. طب مين الاكل؟ مخابرات عسكريه. يوم 17/10 قالوا لي في قاعده بحريه في اسكندريه. يوم 17/10 من الاول قول ايه؟ السيسي مقتول في قاعده بحريه يوم 17/10 عن طريق مخابرات عسكريه. واللي بيحصل تدمير في البلد مخابرات عسكريه ومخابرات شرطيه. اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. طول الوقت وانا داخل على الفقره دي قاعد يزن في دماغي، كان في اغنيه زمان مش عارف لمين، اهل الحته يا اهل الحته. انتوا فاكرين؟ طبعا الحته يا اهل الحته. ايوه. طب فاكرين الاغنيه بتاعت مين؟ صعب شويه. طيب اللي يعرف المشاهدين يبقى يقولوا لنا. برحب بضيوفي مؤسسي مبادره تعايش اهل الحته، واهل الحته هم اهل مصر، اهل الناس الطيبين اللي عمرهم ما عرفوا مين مسلم ومين مسيحي، والفقير والغني كانوا عايشين مع بعض، والمريض والسليم وذوي الاعاقه، وكل الناس كانت عايشه في مجتمع مختلف. ايه اللي حصل للمصريين وبقت الحته الواحده متقسمه 500 حته؟ ضيوفي هم اللي هيجاوبوا على السؤال. برحب بالدكتور محمود رشدي استاذ نظم المعلومات، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. استاذ شمعي اسعد الكاتب والمدون، نورتني. استاذ باسم ماهر مدير مشروعات بمركز حطب للنمو الانساني، اهلا وسهلا. استاذه اميره ابو الحسن مدير مركز الوساطه لتنميه المجتمع، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. انتوا ازاي اتجمعتوا كده يا دكتور؟ ابو حسين مفيش فايده. اهل الحته بقى، ما اهل الحته لازم يبقوا كده. جبتوها ازاي؟ يعني الفكره ازاي انتوا كل واحد في اتجاه في شغلانه مختلفه ما بيجمعكوش عمل؟ انتوا الاربعه اسكندرانيه؟ ايوه. فازاي اتجمعتوا ونشأت الفكره ما بين حد مسلم وحد مسيحي، حد واحده محجبه وواحد مسيحي، مش يعني ومعانا واحده مش محجبات ومواطنين، ومعاكم مش محجبات ومعاكم كله، فازاي جت؟ ومعانا سلفيين ومعاكم سلفيين، وهنكلم حد منهم ان شاء الله. وانا من اهل الفتوى من الازهر. نعم. ازاي اتجمعتوا؟ ما تشرح يا باسل الحكايه دي احسن. اشرح يا باسل. هي انت اللي داخل عايز تبقى مذيع. لا خالص يعني ما استجريش. واضح ان انتوا هتساعدوه علشان انا اروح بعد كده. عندك فرصه، خد الميكروفون والكاميرا بتاعتك اهي ويلا استكمل. لا يا ريت بص للكاميرا. طيب هي الموضوع ابتدى في من 2006 واحنا شغالين على موضوع العنف اللي واخد بعد طائفي والنزاعات الطائفيه وغيرها، ولكن كان شغلنا زي شغل اللي بيحصل حاليا اللي هو شغل مشكور ومجهود لابد منه، بيت العيله والازهر والكنيسه، وكنا بنشتغل على اللي ما يسمى كنا مين؟ احنا مثلا كل الهيئات سواء على مستوى فردي او على مستوى اشخاص عايزه تشتغل، يعني احنا في مركز حطب شغالين في موضوع حوار الاديان من 2006. نعم. بس كنا شغالين على مستوى بيسموه الدرء الهيكلي، يعني احنا بنحاول نمنع العنف او نمنع النزاع بس على مستوى هيكلي. يعني ايه هيكلي؟ يعني ان الناس تكون فاهمه بعضها، ان الناس تكون بتحب بعضها، قبول الاخر، ان ما يبقاش عندي يعني انطباع خاطئ عن الاخر، عندي معلومات مغلوطه، مفاهيم خاطئه عن المسلم والمسيحي وهكذا. فكنا بنحاول نقرب من خلال هذه الطريقه يعني. ولكن بالذات بعد 2011 وبعد الحاله الامنيه وبعد ما ظهرت فكره اللجان الشعبيه وازاي الناس تصدت يعني لموضوع الامن بواسطه اللجان الشعبيه، وفكره النزاعات الطائفيه او نزاعات ذات البعد الطائفي والعنف دول البعد الطائفي اللي زاد قوي، ففكرنا ان احنا عايزين نشتغل في مساحه ثانيه مش مجرد مساحه الدرء الهيكلي، ولكن حاجه بيسموها الدرء التنفيذي. يعني بالظبط كده زي راجل المطافي او زي مثلا في الاستوديو هنا الحاجات خاصه بانذار الحريق. نعم. ان في حاجات بتشم الدخان دي بنسميها المؤشرات، بتتوزع في اماكن معينه، وحاجات بتتعامل مع الدخان، بترش ميه لو في اي حريق، دي بيسموها الاستجابه المبكره. ففكرتنا ان احنا بنحاول، وده مش ابداعنا يعني، بس احنا اللي داخلينها في مصر بحكم دراستنا في موضوع دراسات السلام والنزاع، ان احنا بنحاول ان احنا الحريقه وهي لسه صغيره او في علامات بتقول ان احتمال في حريقه تحصل نتدخل سريعا ونطفيها. فالمبادره ابتدت بثلاث هيئات: مركز حطب النمو الانساني، جمعيه وساطه لتنميه المجتمع، والجامعه اللي كنا ندرس فيها بره اسمها جامعه دراسات السلام التابعه للامم المتحده. طب بتدرسوا فيها فين؟ كوستاريكا. كوستاريكا؟ كوستاريكا جامعه متخصصه في دراسات السلام والنزاع. نعم. الماجستير. بس فالثلاث هيئات دي اجتمعت مع بعض وقررت تيجي من اسكندريه بحكم ان احنا كلنا اسكندرانيه. نعم. اسكندريه دايما رائده زي ما حضرتك عارف. طبعا. وبالفعل الفكره كانت ان احنا نكون فريق اهل الحته، وعشان فريق اهل الحته يبقى فريق متكامل يبقى لازم تكون شخصيات مختلفه بتمثل حاجات مختلفه في المجتمع. فكان معانا ذراع اعلامي. نعم. ذراع امني، وزاره الداخليه كانت ممثله، ذراع من الازهر، ذراع من الكنيسه، وشخصيات مؤثره في اسكندريه زي الدكتور محمود، زي الاستاذ شمعي، ومعانا مثلا احد مؤسسي اهل الحته الاستاذ محمود مأمون، ده رئيس رابطه سائقي الميكروباص في الساعه، اللي هي بتغطي مساحه كبيره جدا من اسكندريه من الساعه لمحطه مصر. نعم. فكان فيها تنوع ممتاز. ودي فكره، دي ببساطه فكره اهل الحته، ان احنا نلحق الحريقه قبل ما تولع، او لو في مؤشرات انها تكون حريقه. وبعد كده اتعمل فريق تاني اهل الحته في المنيا، واهل الحته في نجع حمادي. طب هناخدهم واحده واحده، هرجع لك تاني يا دكتور محمود. اهلا وسهلا. ايه انواع الحرايق اللي شفتوها؟ يعني بالرصد كده كنتوا شايفين حرايق فين؟ كان باين ان في نوع من انواع الحساسيه اللي موجوده بالذات في الريف، بالذات في المنيا، بين المسلمين والمسيحيين، في استغلال لهذا الموقف وضغط في هذا الاتجاه. اي حجه تظهر نتيجه مش عارف حد مسلم مش عارف هيجوز واحده مسيحيه، او واحده مسيحيه مش عارف هتعمل ايه، اي حاجه من الحاجات دي كانت بتسبب نوع من انواع الاحتكاك. فكان لازم يبقى فيه زي ما بس قال ان يبقى فيه سنسورز، يبقى فيه حاجات حساسه تلقط الموقف ده او تتوقع او تتنبأ بوجود الأزمة، وتبتدي قبليها تشغل الأذرع المناسبة على أساس إن احنا نطفئ هذا الحريق قبل بدايته. فبنحاول إن بتطفئها إزاي؟ يعني ما هي الخطوات اللي أنا أهل الحتة شافوا إن في اشتعال في المنيا أو المنطقة مؤهلة للاشتعال؟ أيوه. هل بتروحوا تقولوا الكلام اللي بيتقال يا جماعه احنا نسيج واحد وقطبي الامه والهلال والصليب والكلام اللي ما جابش نتيجه على مدى عشرات السنين حتى الان، بيطلعوا ساعه التصوير بعد ما الحريقه تكون اكلت اللي اكلته؟ بس احنا بنحاول ده يبقى فيه قبل هذا الموقف، يعني نعم. قبل ما تحصل الحكايه لازم احنا نكون متنبئين بيها. طبعا لو حصلت الكارثه او حصلت المشكله الفعليه احنا ما بنتدخلش خلاص، او تدخلنا يبقى محدود جدا. لكن قبل الموضوع لا، احنا بنروح بنعمل اجتماعات، بنحضر، بنعمل لقاءات، بنتواجد، بنتواد مع بعضنا، بيبان اسلوب التدخل، بيبان اسلوب الاقتراب. نعم. طريقه، يعني لما يلاقوا مثلا ان معانا عضو لجنه الفتوى في الاسكندريه، هو قاعد وبيتكلم وقاعد مع شمعي وقاعد معايا وقاعدين بنتكلم، انا بتكلم من ناحيه العلم، شمعي بيتكلم من ناحيه تانية، باسم بيتكلم من ناحيه، سيادته بيتكلم من ناحيه، محمود مأمون سائق لما يكون ده احنا معانا يقول لك طب ما هو كل انواع وكل الطبقات وكل الحساسيات غير موجوده وكلهم بيتفاهموا عادي وبيتكلموا عادي. حضرتك اصل اسكندريه بتحاول دايما تقدم نموذج. نعم. النموذج ده لازم اللي كان هدفه الرئيسي التعايش، ان ازاي كلنا نتعايش مع بعض وازاي كلنا نقبل بعض. نروح المدارس، بنحاول ندي نوع من المحاضرات، بتروحوا للاطفال والطلبه في المدارس وتتكلموا معاهم؟ طبعا. وزاره التربيه والتعليم بتساعدكم في ده؟ احنا عملنا يعني في تجربه محدده عملناها كانت في دمنهور، في جامعه دمنهور. نعم. ودي كانت تجربه تعتبر يعني حصدنا نتيجتها في لحظتها. يعني احنا كنا رايحين كاهل حته، كان المنصه قاعد عليها دكتور محمود رشدي وانا وباسم ودكتوره فايزه صقر استاذه في الجامعه هناك، والشيخ احمد ابراهيم ده من امين لجنه فتوى في اسكندريه، ومعانا صديقنا وليد اللي هو السلفي. وكانت صدفه ان هي كانت زي الايام دي كده في مناسبه اعياد المسيحيين. احنا بنتكلم طلبه يعني طلبه من دمنهور اغلبهم قادم من الارياف، يعني التدين السلفي واضح في طريقتهم في الكلام. كانت اول حاجه قالوها لا احنا ما نقدرش نعيد على المسيحيين لان هم بيؤمنوا بحاجات احنا ما نقدرش نؤمن بيها، ودول كفره ومش كفره. دي كانت البدايه. واحنا قاعدين ابتدينا نكلمهم بهدوء واحده واحده كده، الشيخ احمد يكلمهم وصديقنا وليد يكلمهم، دكتور محمود، دكتور فايزه، باسم، انا. التنوع في الاراء من مصادر مختلفه، يعني في ناس بتبقى بتمشي مع الفكر المعتدل، الفكر اللي اظهر بانه ده مفيش مانع انك تعيد. طيب ما هو في ناس بتميل للفكر السلفي، فمعناه وليد يرد عليهم. نعم. فالتناغم ما بين الاثنين، والاثنين بيقنعوهم بانه مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه تقرا يعني تجرح العقيده في انك تهنئ الناس. عملت رد فعل ايجابي. وانا يعني في النهايه حتى بقول لهم يعني انا ممكن انا كمسيحي اقول لكم فتوى من الاسلام نفسه. انه الاسلام نفسه بيقول انما الاعمال بالنيات. هل انت بتعيد عليا بتجرح عقيدتك ولا بتشاركني مناسبه اجتماعيه زي الفرح، زي النجاح، زي اي حاجه؟ نعم. من المفارقات اللطيفه، يعني انا بسال الشيخ احمد بقول له تنفع فتوى؟ قال لي تنفع. قلت له خلاص نزلها باسمي. فبعد الندوه فوجئت بكلهم اللي كانوا رافضين وقابلونا مقابله جافه في الاول، كلهم جم عيدوا علينا كلنا وخدنا نتيجه مباشره، يعني نتيجه لحظيه. في ساعه واحده الدنيا اتغيرت. بنعيد عليكم اهو على الهوا. كل عام وانتم بخير وكل اخواتنا المسيحيين بخير. اميره بنت من اهل الحته، دايما بتبقى المشكله في حته المسيحيين والمسلمين، وان كان عندنا حتت كتير دلوقتي ما بقتش مسلمين ومسيحيين بس، بقى اخوان وسلفيين وجماعه اسلاميه وانصار بيت يهودا، اتفتتت قوي. بتشوفي اغلب المشاكل اللي بتيجي بيكون فيها طرف بنت او امراه بتبقى ايه؟ هي طبعا مشهوره قوي بالذات في الصعيد الفتره الاخيره ان فكره بنت مثلا مسيحيه هربت مع ولد مسلم او العكس، بنت اسلمت او الكلام ده، دايما بتبقى البنت محطوطه مشكله، او اللي هي فكره الحاجه الشراره بتأيد الفكره المشكله. يعني حقيقه هي مشكله ممكن بتحصل بين اي اسره او بين اي مجتمع، بس الفكره ان لما بيكون دايما في طرف مسلم ومسيحي زي اي مشكله بتبدا تتشكل بالصوره الطائفيه او بالصوره اللي هي تاخد طبع المشكله النزاع الديني. احنا هنا كانت الفكره في كده ان احنا بغض النظر بنت او مش بنت، بس امتى نبدا نتدخل؟ نعم. ان احنا نبدا، دي كان دورنا ان احنا نبدا نتدخل لما يبقى في نزاع فردي، ان احنا نمنعه قبل ما يوصل للمرحله اللي هي الطائفيه. ان احنا هنا هل نجحتوا في حاجه زي كده؟ فعليا ممكن دخلنا في مرحله، في مثلا كانت مرحله العمريه لا في اكتر من حاجه، وبالذات في المنيا تحديدا، لان المنيا من يعني المحافظه الاعلى في نسبه العنف ضد البعد الطائفي يعني على مستوى جمهوريه مصر العربيه. وفريق اهل المنيا حرام من ساعه ما تشكل وهم شغالين لغايه يمكن الاحداث الاخيره من لغايه 14 اغسطس. وهي الفكره ان كل فريق المفروض في كل محافظه بيشكل المؤشرات بتاعته، بيصمم المؤشرات بتاعته. فمثلا المؤشرات بتاعت المنيا لو سمعنا عن خطف اطفال، نعم، او سمعنا عن اشاعه ان في بنت اختفت، حتى لو مش بيدوروا انها مع مسلم او مسيحي او حاجه زي كده، فكره ان بنت اختفت احتمال على طول تطلع حاجه طائفيه. فكره ان في مثلا في نجا حمادي كانوا بيتكلموا اكتر على صراعات على اراضي او صراعات خلافات تجاريه لو واحد مسلم وواحد مسيحي، دي كلها مؤشرات. نعم. في ناس منهم مثلا دورها انها تراقب الخطاب الاعلامي على الفيسبوك، ولو في خطاب متشدد ناحيه الاخر بيزيد، لو في وتيره زياده ده مؤشر معناها ان احتمال يحصل حريقه. في ناس بتراقب الخطاب الديني من على الطرفين، لو في مثلا جماعه معينه او كنايس معينه رجال الدين ابتدى يزيد نبره التشدد في خطاب. ازاي مسلمه تسمح لمسيحي ياخد منك الكلام وانت قاعده كده؟ احنا هنبتدي بالنسبه لي يعني لا دي مؤشرات. الفكره ان احنا فريق عمل مش بس في يعني فريق اهل الحته، احنا فريق عمل مع بعض. لا انا وباسم فريق عمل في تاسيس نفسه المركز وتاسيس شغله كله، فلا بالنسبه لنا لسان واحد. كان في البدايه فكره التداخل بينكم، وانا اسف اني بستخدم تعبير مسلم ومسيحي رغم اني مصري ومصري طول الوقت، التداخل اللي جمعنا مع بعض مسلمين ومسيحيين. كانت البدايه نفسها دراسات، ان احنا كنا بناخد كورسات في حل نزاعات. يعني انا مثلا بدات عند باسم، كنت طالبه عنده، كان بيدرس. هل كان في حاجز ونجحتي مع نفسك انك تكسريه؟ واحنا بنعرف طول الكورس ما كناش نعرف اصلا ان باسم مسلم ولا مسيحي، دي حاجه كان تحدي فظيع جدا. ليه؟ ولحد اخر يوم لا. الفكره عندنا جمله كده يقول لك ايه؟ 90% تصدق طلع مسيحي بس طيب. مسيحي بس كويس زي بالظبط. ايه هي سمرة بس جميله، مع ان شكله ما كانش يقول انه مسيحي ابدا، مش عارف ايه الشكل يعني. محترم بتتقال طبعا، بتتقال وبنفضل مهما كنا يعني اخذنا حاجات برده مهارات وكورسات وحاجات، بس بنفضل مش احنا اللي بنقولها يعني. أيوه. بس في المجتمع للاسف دي موجوده، وللاسف احنا يعني لازم نقولها ان احنا مجتمع عندنا عنصريه كبيره جدا، بس المسيحيين يعني بقولها يعني للمسيحيين عشان بس يعني ايه ما يبقوش شايلين قوي كده. لا احنا عندنا بنعاني من عنصريه مش بس للمسيحيين، بنعاني عنصريه ضد المراه، بنعاني عنصريه مثلا ضد اللون، ما زال النوبه او السيد ده معناه واحد اسود شويه يعني عبد الجواد مش عارفه ايه. لسه عندنا عنصريه، اشكال عنصريه كتيره جدا في مجتمعنا، فاحنا بمسحها في اخواني واهل المسيحيين يعني ما تشيلوهاش جواكم قوي، هي مشكله عندنا ومرض. دي ثقافه مجتمع لا علاقه ثقافه ومرض بنعاني منه كلنا يعني. طيب ناخد يعني شيخ عالم كبير، الشيخ أحمد إبراهيم عضو لجنة الفتوى بالإسكندرية، عضو مبادرة عايش أول حتة، بتتكلم عنه. مساء الخير يا شيخ أحمد. مساء الخير. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. زي ما عندك خير. هو أنا ينفع أقول لك مساء الخير ولا لازم أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم إنها تحية الإسلام؟ والله هي بص أي تحية تقولنا مقبولة إن شاء الله. نعم. إذا حييتم بتحية تحية أحسن منها أو ردوها، يعني يقول لك مساء الخير يا اقول لك السلام عليكم ورحمه الله. نعم تمام. شيخ احمد من تجربتك في اهل الحته، اهل الجدعنه كلها، اهل الجدعنه كلها من اسمها، هل انت بتجد صعوبه وانت تخاطب عقول متشدده تمسكت بهوامش في تفسيرات وكتب قديمه او متشدده، فبتجد صعوبه في التبسيط او في الشرح او في الجمع؟ وبفضل الله والاخوه يشهدوا وباسم معانا، بنمسي على باسم برضه. اهلا وسهلا يا شيخ احمد. الحمد لله رب العالمين. بشيء من البساطه بنوضح للناس المفهوم الصحيح بدون عصبيه بدون انفعال، بنعرفهم ان احنا الصح والصواب بتاعنا من القران والسنه وفعل الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام بيلتقي مع عصاره نجران في مسجده، ولما يروح يعود طفل يهودي او صبي يهودي في بيته يبقى في تواصل صح؟ لما يتالف ويصالح بين اهل المدينه اوس وخزرج وانصار ومهاجرين، ويتعايش مع منافقين وكفار ويهود، اظن دي قوه في الشخصيه، قوه في الاراده، ومحتاج لقوه المجتمع، عشان كده بيوحد بينهم وبيلتقي في الفكر بسرعه وهو رحيم بيهم. لما يموت حد غير مسلم ما يقولش احسن ويقول الكلام البشع اللي بيتقال، لا تفلتت مني نفسي كنت اولى بها من النار. شوف سعه صدر النبي ورحمته بالله. نعم عليه الصلاه والسلام. فاحنا اللي بعيد عن المنهج. طيب. احنا اللي صحيح. طب المساله الان اتسعت بقت اكتر من مسلم ومسيحي، بتشوف الفتنه والتفتيت والحته اللي بقت حتت في مصر ازاي؟ والله هي للاسف الشديد هي لها جذور، وكنا بننادي وبنتكلم يا جماعه المسجد، يا جماعه عالم الازهر. كان البعض بيطعن في عالم الازهر، ده بتاع الحكومه، ده كذا ده كذا ده كذا. يا جماعه نحن لا نحيد، نحن لا نجامل، نحن لا ننصاف. احنا كتاب وسنه، مالناش مطامع سياسيه، احنا كل اللي يهمنا راحه نفسيه، سعاده في المجتمع، رخاء وبساطه. لكن الحمد لله بنصلح بقدر المستطاع، والناس بدأت تتفتح وتعي. اللي عايز ينضم لأهل الحتة معاكوا في محافظات مصر يعمل إيه؟ إزاي يبقى عندنا في كل بلد أهل حتة؟ يبقى في تواصل بينا إن شاء الله. ممكن مع حضرتك الأستاذ باسم عسولة، يعني ما شاء الله روحه فاتحة وجميل، ويديهم تليفونات ممكن. طيب هننشر تليفوناتكم وسائل الاتصال، ولو عندكم ويب سايت، لو عندكم أي فيسبوك، أي صفحات يشتركوا. بشكرك جدا الشيخ احمد ابراهيم عضو لجنه الفتوى بالاسكندريه. هطلع فاصل وهرجع من الفاصل على حاره النصارى، نشوف في حاره النصارى في ايه، النصارى بقى لهم حاره لوحديهم ولا هيخرجوا منها الى هذا المجتمع؟ نلتقي بعد الفاصل. انا عايز ايه كده؟ كم السيجاره اصلا؟ كله دلوقتي خلاص صدره بقى يوجعه يعني. سجارة يا باشا بعد اذنك. صوت خد شويه يا اسطى على الاذن بصراحه. يحرم على المسلم أن يشارك غيره غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد. نحن مسلمون، لنا ديننا ولكم دينكم، ولا تلزموننا بأن نهنئكم بمثل هذا العيد. كالعادة وفي نفس الوقت من كل عام تظهر بعض الفتاوى المتشددة التي تحرم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد. الفتوى اللي هي تحريم إن احنا نهنئ المسلمين، نهنئ المسيحيين، فدي خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه قال حل لكم طعام أهل الكتاب. إذا كان حل لنا إن احنا ناكل معاهم، مش هنهنئهم. الدكتور إلهامي من الإخوة المسيحيين ومن الناس المحترمين جدا، ونحبه وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنتزاور وكل شيء. أنا بشخص أنا بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، لأن أنا معاشرهم وعايش وسطهم شفتش منهم حاجه وحشه يعني. انا ما باخدش اجازه، طبيعتي بفتح طول الاسبوع. امبارح خدت يوم اجازه واحتفلت مع المسيحيين. كيف ذلك ان انا احرم ان انا اعيد على اخواننا الاقباط؟ اخواننا الاقباط دول شركاء معانا في الوطن، في الدم. منهم من استشهد في جميع الحروب اللي تمت بيننا وبين اعداء مصر. دول اخوات لينا، لازم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وهم بيقولوا لنا نفس الكلام برضه، بيعيدوا علينا برضه، فدول اخوات لينا، فمفيش اي فتنه واي حاجه تقدر تفرق بيننا. النهارده بس احنا اهو على راس السنه الميلاديه، والان عماله تطلع كل حبه في زوبعه مساله تهنئه النصارى باعيادهم. الله يا جماعه، انا ديني ينهاني عن ذلك. الفتاوي دي جديده علينا اولا، يعني احنا طول عمرنا مسيحيين ومسلمين. ما هقول لسعادتك حاجه، انت لو بصيت للناس دي كلها تعرف تفرق مين المسلم ومين المسيحي؟ استحاله طبعا. المسلم والمسيحي ايد واحده، واحنا نسيج واحد، وبيشاركنا مع بعض لقمه واحده، نيل واحد، هوا واحد، بنتنسمه تحت علم واحد، كلنا مصريين، يبقى ليه ما نهنهمش؟ الفتوى دي يعني انا بقول منهم لله، لان ده غلط، واحنا وطننا طول عمرنا وطن واحد، من اسكندريه لاسوان، لمصريين لمسيحيين، ده غير صحيح طبعا، وممكن يتعاقبوا بحسب الله ونعم الوكيل فيهم. يعني مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، المسلم كان في الميدان جنب المسيحي وكله كان بيتعاون وكلنا اخوه، ومفيش فرق ابدا. ما مش عارف الفرق ده من ليه عملوه. يعني احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، وطول عمرنا مع بعض وبنحب بعض وكويسين مع بعض، احنا كلنا مصريين، كلنا بلد واحده، وطول عمرنا عايشين معاهم، وطول عمرنا بناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونعيد على بعض. انا لسه معيده عليهم امبارح، على المسيحيين اصحابي وزمايلي وجيراني مسيحيين، عيدت عليهم بالتليفون وبقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين. مسلم مسيحي يعني مصري، الدم جوه القلب مصري، نور الحضاره اصله مصري، هل على الدنيا بهاء. رغم كل محاولات الفتنة إلا أن الداعين لها يصطدمون دائما بشعب واعي محافظا على أصالته ووحدته. محمد عفت ممكن. يا كنايس يا جوامع وحدوا الرب اللي سامع، يا كل مصري في كل شارع، حبنا طوق النجاة. الله على المصريين. شكرا محمد عفت. شوفوا تلقائية المصري، الناس العادية اللي في الشارع بفطرتها بإحساسها، شوفوا بيقولوا إيه، وشوفوا بعض. مش عارف أسموهم مشايخ ولا مدعي العلم، لا يمكن يكون في شيخ أزهري بيقول هذا الكلام، مستحيل. يعني هينظر 1 في المليون إن في شيخ تخرج في الأزهر الشريف يقول هذا الكلام وبعض الفتاوى التي تسمعونها. الناس البسيطة هي اللي عارفة يعني إيه مصري، الدين في القلب. ومش معنى انك تقول لحد كل سنه وانت طيب انك غيرت دينك او اقريت دينه، بتقول له انا اقر ان دينك هو الصحيح. انت بتقول له كانسان وكمصري كل سنه وهو طيب، كل سنه وانتم طيبين. طيب استاذ شمعي، انت كاتب ومدون وليك كتاب اسمه حارة النصارى. انت ليه حطيت النصارى في حارة؟ انت بتعمل عزلة اهو، بدل ما تدمجهم ويبقوا من اهل الحتة حطيتهم في حارة ليه؟ شكلهم ايه المسيحيين اللي في حارة دول؟ طيب قبل ما اجاوب ممكن اقول فتوى كمان، عشان انا عندي فتوى يعني جت كده في من جو كلام الناس. يعني في كلمة جميلة في الاسلام بتقول الاسلام دين الفطرة. فطرة الناس كانت ضد فتاوي الكراهية. الفطرة الطبيعية الناس بفطرتهم الطبيعية رافضينها. نعم. فأكتر من كده إيه يعني رد فعل الناس بصراحة. حتى أنا لاحظت السنة دي إن أغلب اللي بيعيد ما بيقولش كل سنة طيبين، بيقول كل سنة وإحنا طيبين. فواضح إن موجة رفض الناس، يعني إحساس الناس بالرفض لخطاب الكراهية كان عالي السنة دي بشكل واضح. يعني بالنسبة لموضوع الحارة، هو أنا ما كنتش بكرس لفكرة الحارة، أنا مش عايز حارة. نعم. بالعكس، ده الكتاب بيرفض وجود الحارة، بس عشان يرفضها لازم يشخص الحالة نفسها. التشخيص بيجي بانك بتعترف بالوضع الحالي، الوضع الحالي بيقول ان في حارة. فعشان نخرج منها وعشان الاباط نفسهم كمان يخرجوا من العزلة ويكسروا سور برلين الوهمي ما بين المسلمين والمسيحيين، كان لازم نناقش ده، ولازم نقول في سور، في حارة وفي حاجز. لو ما اعترفناش بوجود هذا الحاجز ووجود هذا المجتمع اللي اسباب كتيرة خليته الى حد ما يعني متصالح مع عزلته كمان، يعني مش بس العزله بقت حاجه وحشه، لا ده متصالح معاها كمان. كان لازم نقول ده، ولازم نقول الاسباب حتى الاجتماعيه اللي وصلت الناس لده، ورد فعل الناس والناس كله متصالح مع الفكره وكله متعايش معاها. فنشات الحاره نتيجه هذا القبول الاجتماعي للفكره. فكان لازم نقول ان في الحاره دي حاسه بعزله، يعني الناس اللي جوه الحاره طبعا دي. طبعا. هل بتعتقد ان هم كمان بيتحملوا جزء من المسؤوليه؟ مسؤوليه مشتركه، وان كان ليها اسباب ممكن تكون طبعا ليها بعد سياسي قديم شويه مش لازم ندخل فيه، لكن طبعا احنا عارفين ان السياسه هي المتحكم الاول في كل، هي اللي غيرت وجه الحياه في مصر في كل حاجه يعني. فهي اللي عملت الحارات كلها، لكن المجتمع برضه نتيجه ثقافات كتيره وارده ثقافته نفسها اتغيرت. لكن الحمد لله ان الفتره الطبيعيه ابتدت تفوق وترجع تاني، لكن في فتره من الفترات كانت الناس متاثره بالثقافات اللي هي خطابها رافض للاخر، وده اللي مع يعني تراكم سنين طويله عمل العزله دي. وانت بتشوف المسيح في مصر اخر؟ بصراحه يعني. هو لا، احنا اتفقنا، احنا بنتكلم بصراحه، هو المجتمع بيتعامل معاك على كده. انت يعني في تعبيرات كتيره احنا بنستخدمها. طب المسيحي ما بيشوفش المسلم اخر؟ هو كلمة الآخر ده الآخر اللي هو دايما بيكون الأقل عددا، لأن المجتمع بتاع مين؟ بتاع الأغلبية طبيعي، يعني سيادة المجتمع. زي ما المرأة في نظر الرجل هي الآخر، لكن الرجل في نظر المرأة ما هوش مع إن مالهاش علاقة بالأغلبية. أحيانا بتزيد المرأة بتكلم على السيادة، يعني مثلا سيبك من مسيحيين ومسلمين، بتكلم على الرجل والمرأة. مين اللي بيعتبر نفسه هو اللي بيقود المجتمع؟ هنا فكرة الهيمنة أو القوة. الهيمنة بالظبط، الهيمنة ممكن تكون عددية أو ذكورية أو يعني. نعم. المجتمع بيحط هيمنات كتيرة جدا. نعم. فالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين الهيمنة هنا للمجتمع ذو الأغلبية المسلمة الأكثر عددا يعني. فطبيعي مين اللي هيبقى آخر؟ الكتير ولا القليل؟ مين اللي حدد انه آخر؟ هل هو إحساس المسيحي؟ دي خلاص دي بتبقى الثقافة يعني، بتبقى يعني ما بتبقاش حاجات محددة بتقول إن في لحظة معينة ابتدت، هي بتبقى الثقافة، وأحيانا بتبقى في اللاشعور يعني. الناس بتعاملك على الأساس ده. نعم. يعني إحنا أساسا لما بنستخدم كلمة عنصرية الأمة ده معناه إن إحنا عنصريين. نعم. يعني احنا بنعترف من غير ما نقصد بان احنا عنصريين لما بنقول تعبير زي عنصريه. يعني ايه عنصريه الامه؟ عنصريه الامه يعني انت معترف ان احنا عنصريين، يعني احنا العناصر احيانا تتفاعل وتنتج عنصر واحد، يعني بالمعادلات الكيميائيه في المواد هي تبتدي بانها عنصر واحد. ليه انا مع الوقت اركز على انهم عنصرين، ومع الوقت الح في بالالحاح الاعلامي ان احنا عنصريين، فبالتالي لازم طالما احنا عنصريين لازم كل واحد يشوف هو طبعا ايه عنصر. ما هو ده خطأ إعلامي وخطأ في أدبيات الإعلام نفسه، إنك أنت بتستخدمها بحسن نية، لكن أنت في الحقيقة يعني ارتكبت جريمة لما تقول عنصرية الأمة. أنت بتقول للناس إحنا اتنين، طب ليه؟ دكتور محمود النقطة دي بس بتعزز حتة الانتماء للعنصر بتاعي، فبتخلي دايما المسلمين انا ده عنصري، المسيحيين فبدا زي يتقوقعوا على نفسهم، بيبدا حتة الفصل دي اللي بتخلي ما حدش يعرف، زي ما بيقولوا ما حدش يعرف التاني، فبتعمل المشكله. لما اجي اقول لك على باسم بقى يعني بيعمل وهو اللي فيه ومخبي في الكنيسه بتاعته وحاجات قد كده عشان يفجرها، خلاص ما انت هتصدق، انت ما تعرفش باسم، ما تعرفش ايه، انت هتدينك عنه صور نمطيه سواء عن طريق الاعلام او عن طريق بعض المتشددين، فانت اي كلام هتسمعه عنه خلاص هتصدقه. طول ما في مكان مقفول في زي قلعه في بعض الكنائس المقفوله دي مشكله، واحنا يعني ده من الحاجات النقط اللي احنا بنطلبها، محتاجين شويه كنائس تفتح الكنائس، يبقى في انشطه مشتركه، حته انا في انشطه احنا بنحسد الكنائس عليها، مش غيره طبعا ولا حاجه، بس لا بتعمل انشطه حلوه قوي. ليه ما نعززش ده ان احنا ندخل شباب مسلمين مع شباب مسيحيين؟ دي من النقط اللي احنا بنطالب بيها. انا هقول لك الجمله اللي هتتقال دي، تجربه حصلت في اسكندريه، الكنيسه الاسقفيه عملت فعلا التجربه ديت وفتحت وعملت زي مركز، عملت تجربه، عملت ورش مثلا، ورش رسم، ورش مسرح، ورش، عملت انشطه كتير، ما فيهاش اي كلام في الدين، مركز ثقافي تماما، ومن ضمن المبادئ بتاعه المركز الثقافي ممنوع تماما لا كلام في السياسه ولا كلام في الدين، النقط اللي ممكن تخلق فيها اختلاف. طب ما هتخافيش ودي كان في رعب مش طبيعي اول ما يعني اخدوا الخطوه ديت، لا ده ممكن يحصل تفجير، ممكن يحصل مشاكل، اي مشكله، لا مش تفجير بس، ليه ما بتخافيش ويقول لك ان انت بتحببه في هذه الاجواء، هذا النمط مش موجود في المساجد، فيبقى المساله تدريجيا قلبه يرتبط بالكنيسه، فده عمليه تبشير مستتر. ما انا بكلمك عن مجتمع بيفكر بهذا، ده بيحصل، وعشان كده بنقول فكره الانشطه المشتركه حتى في الانشطه التطوعيه دايما عايزينها، دي برده من حاجات تانية عاملين لازم حمله لنشاط تطوعي مشترك، ان احنا فكره دايما الانشطه الخيريه التطوعيه دايما بتحصل، اي نشاط خيري في المسلمين بتحصل عن جماعات الجمعيات اللي واخده الطابع الاسلامي، وفي نفس الحكايه الانشطه الخيريه في المسيحيين بتحصل عن خلال الكنيسه، فبيفضل ده منعزلين، ده بيعملوا الشغل ده، نيه حلوه قوي، حاجه جميله قوي، وده مالوش علاقه بده. وفكره ان انا لا يعني لو بعمل خير ما ادهوش لمسيحي، انا بشتغل مع الاسره مثلا المسلمه، الحته دي بتعزز ده. لو بدانا نعمل انشطه، الشغل التطوعي ده بيعمل روح يعني مش طبيعيه بين الشباب بالذات في السن الصغير ده، بينهم وبين بعض، بيحبوا بعض وبيرتبطوا ببعض بطريقه مش طبيعيه. المشكله يروحوا يقولوا عايزين نتجوز بعض بعد كده، وبتبقى مصيبه ثانيه. ما هي في ما هو يعني ما هي كل حاجه بتطلع لك حلو، ده هيفضل يحصل. احنا المبادئ دي لو انت مش يعني مش مربي انت جوه بيتك ابنك على مبادئ معينه، وطلع بره لازم يعني هيبدا في الكليه هيروح هيبدا يشوف مسلم ومسيحي، هيبداوا يختلطوا مع بعض. حته الاختلاط انت مش مشكله، ما تخافش من الاختلاط وتخليه رعب بالنسبه لك، ستاره يعني قافل ولادك عليها، مصيرهم في يوم من الايام هيطلعوا لده، لو ما كنتش انت بتعدهم لده وبتحطهم في ده، يعني بتحطهم في وسط الجو ده، بس انت مهم انت تاهلهم ازاي لما يتحطوا فيه يتعاملوا معاه. ربيهم كويس قوي، ويعني علمهم كل مبادئ دينهم قوي اللي تخليهم لما يتحطوا يبقوا عارفين حدود الاختلاط ايه، ويعرفين انهم امتى ما يوصلوش للمرحله اللي بتحصل اللي هي الحب. وهو في الصعيد اللي بتحصل اشهر قصص المشاكل الطائفيه اللي بتحصل عندنا مش في الصعيد، نعم. جو الصعيد بيساعد على الاختلاط، كلنا عارفين الصعيد ده بالعكس، ده هو الانغلاق هو اللي سمح بده، هو ده اللي خلي فيه حاجه بتخلي زي ما بيقولوا الممنوع مرغوب اكتر، نعم. انما طول ما هو موجود وبتبقى العلاقه سريه فمش باينه، فبتسمح بالنمو. العلاقات السريه دايما بتسمح بالظبط، انما طول ما هو احنا في الموضوع ده مفتوح ومعروف خلاص بقى، يعني ما فيش حته الممنوع مرغوب دي، نعم. طيب دكتور محمود، حضرتك استاذ نظم ومعلومات وخبير اداره ازمات، عندنا ازمه اسمها الطائفيه، من وجهه نظرك كيف يمكن ان احنا نقطع دبرها؟ حضرتك احنا بنشتغل على حته تذويب الفوارق والاحاسيس اللي موجوده بين المسلم والمسيحي، نعم. زي ما قالوا زمايلي انه الشغل اللي عملناه في الكنيسة المرقصية، والشغل اللي بنعمله في الكنيسة الإنجيلية، والشغل اللي بنعمله في بقية الكنائس، الهدف منه هي المشاركة، وإنه كون إن أنا بشارك في نشاط ثقافي أو بعمل ورشة رسم أو بعمل حاجة موسيقى أو بعمل مسرح، هذا لا يعني إطلاقا إن فيه أي تأثير من الناحية الدينية، ده مجرد تعايش بين أهل حتة واحدة، بين بيت واحد، بين ناس عايشين مع بعض، فبيتعايشوا وبينفذوا أنشطة ثقافية وأنشطة علمية. عملنا حاجات كتير على المستوى ده، وإحنا طموحين إن ده يتحول يبقى في المساجد، إن ليه المسجد ما يغيرش يقول وأنا أعمل كمان نشاط ثقافي، وأهلا وسهلا بأي حد يجي يحضر عندي أنشطة ثقافية ويحضر عندي كده، بحيث يبان بقى التعايش الفعلي من الجانبين. يعني احنا بادئين بالكنائس لأن أصلا الكنائس فيها النشاط ده، وهم بيدعونا للكلام ده، وبيقولوا إن أي نشاط عندنا من هذا النوع ما فيهوش أي كلام لا عن الدين ولا عن السياسة، نعم. وفعلا وعملنا تجارب ونجاح. هل التجربه دي. والبنات بقى داخله محجبات وطالعه من الكنيسه محجبات وبيتعايشوا وبيتعاملوا عادي. احنا كان عندنا نشاط في الكنيسه الانجيليه عشان نطلع الجليسات اللي يقعدوا مع المسنين. نعم. فكانوا هم جايبين ناس تدربهم على الكلام. كان عندنا واحده منقبه وتخش تتعلم تتدرب. طب ليه كله في اتجاه واحد؟ يعني ليه كله في اتجاه الكنيسه؟ فين اتجاه المسجد؟ طب ما اهلا وسهلا. هي اللي فيها انشطه بالفعل، الكنيسه بالفعل افتحوا المساجد لهذه الانشطه. اهلا وسهلا. ما انا بقول عندنا طموح لهذا، هو ده اللي نفسنا. هناك في جمعيات اسلاميه بتقوم بانشطه ممكن التعاون مع بيروحوا المسيحيين يشاركوا في الانشطه، بالذات الانشطه الخيريه بيروحوا ويشاركوا. ده مش موجود، خلينا واقعيين، دي حالات نادره زي الدكتور بيحكي عنه، دي كنيسه حاله او اتنين بس، اغلبيه الكنائس مقفوله فيها دي. بس احنا بنشجع الفكره اللي بيحكي عنها دكتور محمود، احنا محتاجين ده ينتشر كتير. طيب هل احنا ننتظر اهل الحته بس يعملوا ده، ولا الدوله لازم يبقى لها دور؟ اجهزه الدوله لها دور. عددكم قد ايه؟ هتعملوا ايه؟ تدعوا الناس ازاي يكونوا اهل حته في كل مكان؟ بعد الفصل هرجع لباسم اسمع منه عشان هو في نهايه الحلقه دي هو اللي هيبقى المذيع. ارموا السيجاره يا اسطى. كله دلوقتي خلاص صدره بقى يوجعه يعني. السيجاره يا باشا بعد اذنك. الصوت شويه يا اسطى بعد اذنك بصراحه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل حواري مع ضيوفي اهل الحته اللي جولنا من اسكندريه ونورونا. باسم، هو انت ايه اللفه اللي قدامك دي؟ دي حضرتك وحضرتك بتتكلم عن موضوع البطاطين والسقعه. دي مبادره من زميل لينا في اهل الحته كان بيدرس في امريكا. دي بتتباع البطانيه دي حوالي 2 متر وربع في متر و80. لا تفرد كده وريني بس. اوكي. ده ورق عندنا زي الورق. لا ده ورق ما يتقطعش، حضرتك جرب اقطعه كده. ده مش بتاع المطبخ يعني. لا مش الفويل بتاع المطبخ. لا ده حاجه متعالجه مخصوص. ما يتقطعش خالص. وده لو اتلف حوالين الجسم بيعزل 90% من حراره الجسم، ما تطلعش، فالواحد عمره ما يموت من البرد. يعني حتى من غير يعني هي خطتنا ان احنا نركبه على بطانيات رفيعه، هيبقى كافي جدا. بس حتى لوحده لو اتلف حوالين الجسم بدون بطانيه 90% من حراره الجسم، فالجسم ما يفضلش يطلع حراره وفي الاخر يموت البني ادم من زي ما شفنا قبل كده. والسته بيتباعوا بالدولار، ده العادي يعني، ممكن كمان بالجمله نشتري اكتر من كده. السته بالدولار يعني كان الواحده بجنيه مثلا. وهو الاستاذ محمود مراد زميلنا في اهل الحته جاب مجموعه طويله يعني بتغطي الطول بتاعها يعني طول 2 متر و 2 متر و والعرض بتاعها يلف طويله طول البطانيه. بالظبط كده، ويقدر تلف بني ادم يعني. بالظبط، هي معموله عشان بني ادم يلف نفسه في الظروف الصعبه او اي ظروف قاسيه، بالذات بقى تتطبق على مثلا اللي في معسكرات، زي اللي بيناموا في الشوارع، الحاجات دي كلها يعني. اللي ما عندوش قدره يشتري بطاطين تقدر توزع له عليها ويبقى معاها بطانيه بدل ما تشتري بطانيه. ودي ممكن تنقذ حياه بني ادم، حاجه زي كده. غير انها تبقى غطا بني ادم ان احنا نغطي بيها زي عشش او حاجه تعزل الميه وفي نفس الوقت تاخد. هيطلع الاخوان يقول لك عايزين يضحكوا على الغلابه ويلفوهم بالساعة، ما تدفيش حد عشان يموت. العشوائيات تنزل ميه. نعم. لو حطيناها من فوق ما تنزلش ميه، دي تعمل عازل. لو حطيناها على سقف ينشع، ممكن يمنع الميه، يعني حل مؤقت اللي هي المشاكل العشوائيات، الاماكن اللي بيتصرف فيها ميه في الشتاء والحاجات ديت، ان ممكن نقفل بيها السقف العشه من فوق او حاجه زي كده كحل مؤقت لشهرين الشتاء يعني. طيب ده برضو كلام لطيف جدا، ممكن يشوف رجال اعمال مستثمرين، هاتوها تجاره واحنا ناخد منكم يعني، هاتوها انتوا وهتلاقوا جمعيات كتير بتشتري منكم. وفكره مصانع البطاطين كمان اللي هي البطاطين الخفيفه يعني بتبقى سعرها قليل جدا ب 20 جنيه او 30 جنيه دي معاها تغطي، ممكن نركبها معاها بطريقه معينه بحيث تغطي تدفي وفي نفس الوقت تحفظ درجه حراره الجسم. طب ده كلام كويس، بشكرك انك فكرت فينا يعني. استاذ محمود مراد زميلنا في اهل. بنشكر محمود مراد. باسم انتوا كام واحد في اهل الحته لغايه دلوقتي؟ احنا 3 فرق فريق في اسكندريه وفريق في المنيا وفريق في نجع حمادي. والكام واحد احنا بنبتدي بفريق بياخدوا التدريب الاساسي، بعدين بيعملوا حاجه اسمها سياسه مد الازرع. نعم. طول ما في فترات ما فيهاش عنف طائفي او حاجه او مؤشرات خطر، بيشتغلوا ان هم يعرفوا اهل الحته على مجموعات ثانيه. فمثلا في اسكندريه كانت الاولويه لحاجات مثلا زي العائلات الكبيره، او مثلا حد مجموعه عاده من الصعيد بيجوا بيكونوا رابطه مثلا ابناء طهطة في اسكندريه، فكبار العائلات كبار هذه الروابط بنعرفهم على اهل الحته. بنعمل مد اذرع مع مثلا وزاره الداخليه علشان لو في احتياج ان يبقى في تدخل سريع نقدر نتواصل معاهم. كل ده الازهر هو الازهر بس مؤسس، يعني الازهر مش مد اذرع يعني. كل ده من الحاجات، وبنعمل تدريبات خاصه في حل النزاعات والتدخل السريع، الانذار المبكر والاستجابه المبكره. يعني العدد قد ايه برضه؟ العدد يعني مثلا فريق اسكندريه الكور الاساسي او القلب الاساسي حوالي 24 واحد. بيزيدوا بالناس اللي بينضموا، التوسع الافقي، واحيانا بيقلوا من الناس اللي بينشغلوا. الفريق بتاع المنيا اللي هو اكتر فريق شغال، يمكن ده كان اقل عدد في الاساس 15 واحد، وفيهم مجموعه من الجماعه الاسلاميه، فيهم عمد، فيهم والجماعه الاسلاميه اللي فعلا يعني مارسوا المراجعات حقيقيا، من افضل الناس اللي نفذوا العنف واللي فعلا شغالين بقوه. نعم، بنشوف نموذج ناجح ابراهيم حتى على مش على مستوى القيادات، على مستوى الافراد اللي فعلا حتى منهم ناس. يعني كان معانا واحد عضو في اهل الحته كان قاعد 13 سنه في المعتقل في وقت التسعينات، وطالع مقتنع تماما بالمراجعات ونبذ العنف. واحد الشخصيات اللي اكثر فاعليه يعني اللي بيشاركوا في اهل الحته، والتدخل ليهم نوع من انواع المصداقيه. واكثر من حدث الاعلام ما يسمعش عنه لان اهل الحته تدخلوا مبكرا. نعم. وقدروا يعملوا درء للعنف قبل ما يحصل. ونجح حمادي حوالي برضو 18 واحد، ده الاساس غير المجموعات اللي بتتوسع يعني. طيب اميره، لو عندنا اعداد عايزه تنضم تعمل فكره في منطقه، يعني ناس في الدقهليه، ناس في الشرقيه، عايزين يعملوا الفكره بتاعتكم، محتاجين تدريب بالظبط. احنا ده اللي بنقدمه احنا كمركز الوساطه بالتعاون مع مركز حطب. احنا بنقوم بالموضوع دوت، ان احنا نكون الفريق ونبدا نديله الماده يعني اللي هيتواصلوا معانا. خلينا واحده محتاجين يتواصلوا معانا دلوقتي. في ناس بتتفرج علينا، التواصل بتاعكم هننزل لكم التليفون والفيسبوك بتاعكم. الصفحه بتاعتنا تعايش اهل الحته، دي الصفحه على الفيسبوك. رقم التليفون ممكن اقوله 012 293 703 63. تاني 012 293 703 63. طيب انا شفت الرقم بتاعكم ودخلت على الصفحه بتاعتكم وعايز اتواصل معاكم، وهجيب مجموعه من الشباب في بلدنا وعايز اعمل فرع لاهل الحته عندي. طيب احنا بنراعي بس في حته تكوين الشباب، احنا يعني مش بنجيب اي مجموعه شباب زي حركه هم مع نفسهم ونبدا نديهم المجدربيه دي. بنراعي زي ما احنا قلنا، زي ما احنا كونا مجموعه اسكندريه وبعديها كونا نفس الطريقه، ان احنا بنجيب زي عينه من المجتمع من المسلمين والمسيحيين، بنراعي فيها حته اختلاف التخصصات وكل منطقه تبع يعني الطبيعه بتاعتها. عشان كده مثلا في الصعيد اهتمينا بفكره العمده، ان لازم عمده كبير العيله، دي في اسكندريه ما كانتش موجوده قوي. اهتمينا بتواجد بدلها اللي هو ان فرد بعتنا مثلا الداخليه فرد امن، لازم حد ممثل عن الجهه الامنيه موجوده. الداخليه بتتعامل معاكم؟ في اسكندريه في مجموعه كان معانا عميد من الداخليه، وجاي مش متطوع، جاي بميشن من الداخليه مهمه ان هو يحضر معانا ويفضل على اتصال معانا لو في اي حاله تطورت محتاجين اي دعم من الجهه الامنيه بيتعاون معانا. في المنيا مثلا والصعيد بدانا ان احنا نقول لا، ان حته العمده هناك هو بيمثل الجهه ديت، كبير العيله هناك دي مؤثره اكتر هناك في الصعيد. فعلى حسب طبيعه كل مكان بنكون عن طريقه المجموعه دي. يعني لازم انتوا اللي تساعدوهم على التكوين. يعني طبعا دي نقطه مهمه جدا. انا فهمت اللي انتوا بتقولوه، فانا قررت ان انا اروح للعمده لو انا من قريه واقول له ايه رايك في كذا، وفي مجموعه عامله كذا وعجباني الفكره، ممكن تدخل معانا. بالظبط اللي احنا محتاجينه. احنا مثلا في المجموعات ال3 احنا كنا شايلين فكره العبء المادي بتاع مثلا تاجير القاعه، لو مثلا محافظه ثانيه هم عندهم يقدروا يوفروا لنا دوت، او متعاونين مع مركز شباب مثلا هنا يبداوا دول المسؤولين يتعاونوا معانا في الجزء دوت، احنا هنوفر لكم القاعه دي. تسافروا لهم طبعا، احنا ممكن نشيل احنا تكلفه احنا سفرنا احنا، وان احنا نبدا ناهلهم للدوره التدريبيه بتاعه حل النزاعات والحاجات دي. الحته الحقيبه التدريبيه احنا دي متحملين تكلفتها. نعم. بس ان ممكن مجموعه من شباب المنطقه دي يساعد معانا في تكوين المجموعه ديت، حد تاني يوفر لنا المكان مثلا وحاجات اللوجيستكس والحاجات دي كلها، تصوير الخامات، الحاجات دي كلها هتساعدنا كتير جدا ان احنا نبدا نكرر مجموعه اهل الحته في كذا مكان اكتر. يعني احنا اكيد بيمثل لنا عبء مادي كبير جدا ان احنا ما اتحركناش لغايه دلوقتي غير في 3 اماكن. احنا نفسنا فكره اهل الحته كانت فكرها ان في كل حته، مش كل محافظه. نعم. في كل حته يبقى في اهل الحته المكونين طبعا، في كل حي، في كل قريه. ليه؟ لان هي دي فكره احنا مش عايزه حد يجي باراشوت يتدخل زي مش لازم مسلمين ومسيحيين بس. هي فكره عينه من المجتمع. أيوة. بكل اختلاف بقى تكويناته وكل عناصره، دي اللي هتساعدنا اكتر في لما يحصل مشكله، الاختلاف وده بيغني المجموعه في شبكه العلاقات بتاعته. نعم. انا لما بجيب حد مثلا من دكتور جامعه، بجيب حد طالب، بجيب حد المحامي، بجيب حد الاعلامي، مثلا انا لما بيكون عندي عنصر اعلامي بياكد لي ان الاعلام هيقوم بدوره، يبقى متفهم طبيعه النزاع اللي عندي، فما يقولش على الهواء. جميل. فالجزء الاعلامي عندي مهم جدا، ودي مناسبه ان انا معاكم هنا لازم اقولها، ان احيانا كتير جدا بيواجهنا ان الدور الاعلامي ما بيقومش بدوره، بل بالعكس بيقوم بدوره ان هو بيأجج الفتنه اكتر ما بيهديها. نعم. فلما يكون معانا عنصر اعلامي ويحضر معانا ويتفهم قد ايه ان دوره مهم وممكن يساعدنا في حل المشكله بدل ما يطورها، ده مهم جدا. لما يكون معانا حد مثلا عنصر ولا حد من الامن متواصلين معاه، لما يكون عندي مشكله محتاجه تدخل، ما استناش لما المشكله تتطور ويبدا يتحول اللي هو زي صراع طائفي ويبدا فيه عنف وبعد كده يبدا يسمع الامن عن المشكله، لا، لو محتاجه تدخل من الاول انا ممكن الحق ده هيساعدني كتير في كده. وانا بس عايز اضيف بعد اذن حضرتك ان اهل الحته مركزه طبعا على العنف ذو البعد الطائفي، بس الجزء الاكاديمي او الدراسه نفسها تنفع لاي عنف مجتمعي، فمش لازم يكون بس مسلمين ومسيحيين، ولكن اي مجتمعي اي. وده اللي عايز استفيد دكتور محمود، احنا عندنا عنف مجتمعي دلوقتي. بالظبط. هو القصه ان عشان اهل الحته احنا متخيلين انه اي حته فيها مسلم ومسيحي، فعشان كده كنا في الاتجاه ده وحاسين ان دي بؤر ازمات موجوده، وحضرتك يعني لازم يبقى في ذهننا ان احنا بادئين في نص 2011. فمن نص 2011 احنا داخلين قوي على الكلام بتاعت الاحتكاك الطائفي، بس زادت بقت ليبرالي واسلامي، بقت اخواني، زادت بقى دلوقتي ومواطن. بالظبط. فعشان كده لما بناخد شريحه من المجتمع وبنضع فيها الشخصيات المختلفه ديت بانواعها المختلفه، وفكره ان هم يبقوا اذرع لينا في الحتت في الاماكن معيشتهم الفعليه، ده بينجح الفكره. واحنا في جميع الحالات احنا متطوعين. نعم. اي مكان هيطلبنا هنروح له، بالذات زي ما قالت اميره ان لو هم عندهم مكان للتدريب احنا هنروح وناخد معداتنا للتدريب وهنساعدهم ونقعد معاهم ونتعايش معاهم وكده. يعني شمعي، الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه ان احنا عايزين نوسع نشاط اهل الحته شويه، نكبر العدد كمان عشان نقدر نشتغل على نطاق اوسع. عايزين نحاول نشوف افكار كمان اكتر للتواصل، لان يعني جزء من نشاطنا برضه هو نشر ثقافه معينه، احلال وابدال، يعني احلال تفكير سلبي معين تجاه يعني اهل حتتك لتفكير ايجابي. ده ممكن يتم بقى من خلال ان احنا اولا لازم العدد يبقى اكتر من كده، ولازم نزود تخصصات اكتر، ونمر بقى على يعني مدارس اكتر، جامعات اكتر. يعني لازم وزاره التربيه والتعليم عاملين اتفاقيه معاها؟ لا لا لا, لا. كل دي مبادرات، احنا زي ما حضرتك شايف دي مبادرات تعتبر، وان كانت هي مجموعه لكن هي اسمها مبادره فرديه. انتوا المجموعه بتاعتكم قليله عشان اقول وزاره التربيه والتعليم مدي ايديكي وخدوا المجموعه دي، مش هتلحقوا تلفوا. طب نعمم التجربه على مدارس اسكندريه مثلا، لو رحتوا كل مدرسه كل اسبوع مدرسه واحده هتبقى في نتيجه هنشوفها. ده غير ان تدريب مدربين، يعني ممكن احنا ندرب المدربين، لا نعمل مدربين في كل مدرسه مثلا او في كل محافظه. صحيح. الاداره التعليميه تدينا مجموعه واحنا ندرب اخصائيين اجتماعيين، من واحد هتساعد ان انا بغير فكر الاخصائي الاجتماعي نفسه او الشخص اللي هياخد التدريب نفسه هو لنفسه. ان احيانا بيقابلنا كتير، احنا كمجموعه اهل الحته لما كونا المجموعه دي كان في كتير عندنا اراء مختلفه وحصل مشاحنات كتير، ومع الوقت بدات تزول. دي هتفرق معاهم هم كاشخاص، وبعد كده هيبداوا ينقلوها للاطفال او الناس اللي هيبداوا يدربوهم بعد كده. بمناسبه المدارس، في مدرسه في اسكندريه عملت مبادره، هي مش تبع اهل الحته بس عملت مبادره شبهنا، وكانت تجربه رائده. يعني مدير المدرسه اخذ اطفال اللي هم في ابتدائي وراح خلاهم يزوروا كنيسه، يتفرجوا على شكل الكنيسه من جوه، هم اطفال مسلمين بنات صغيره محجبات. فكانت مبادره شخصيه من مدير المدرسه نفسه في اسكندريه، في العصافره في اسكندريه. الاعلام ما سلطش عليه الضوء قوي، لان هي الراجل ما اهتمش انه يجيب اعلام، هو كان عايز يثقف الولاد بتوعه. نعم. فتجربه زي كده برضو لازم تعمم، كانت تجربه جميله بصراحه. هي مش تبع مطروحه اهو قدام الحكومه المجيده، وقدام كل واحد بيحب البلد دي ممكن يعمل حاجه. لازم ندور على الافكار اللي بره الصندوق واللي فيها جهد وشغل للم الشمل. انا سعيد بتجربتكم جدا وبشكركم على تشريفكم وبشكركم على تعبكم ومجيئكم من اسكندريه، نورتوا القاهره. الله يحفظك. واحنا بننام بدري في اسكندريه، تعبتنا ساعتين قبل التسجيل واحنا. ما لازم تقعد اسكندريه بيناموا بدري مش زيكم. ايوه مش انت جاي بدري لازم اريحك، لازم ترتاح. نورتونا، بشكركم جدا. شكرا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، غدا حلقه جديده من ممكن ان شاء الله. مصر بخير، طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.